على حضراتكم، اهلا بيكم في حلقتكم لينا. برنامج امنيه مصريه بيحاول دايما انه يناقش كل مواضيع المجتمع، سواء اقتصاديه سواء سياسيه سواء اجتماعيه. كل موضوع يهم المجتمع المصري احنا بنحاول نناقشه ونحقق الامنيات المصريه. في موضوع بيهم المجتمع المصري ككل، ان مصر بدات بالفعل مسار اصلاح اقتصادي ولكنه في منتهى القسوة. ما أنجحه تحمل الشعب المصري لأسعار السلع التي تضاعفت، وخاصة بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار، وأن المصريين تفهموا أهمية إنجاح الإصلاح الاقتصادي عشان يتجاوزوا عقبات ظلت سنوات طويلة. مصر كانت مهددة بالإفلاس منذ 3 سنوات. لابد أن تتحرك الكثير من الدول في نفس المسار اللي اتحركت فيه مصر، ولن تستطيع أي دولة تحقيق الإصلاح الاقتصادي دون شعبها وتحمله هذا الإصلاح. ده حقيقة، بس ده مش كلامي أنا، ده كلام قاله السيد الرئيس خلال لقائه مع قادة الفكر والرأي في المجتمع السوداني وذلك في الخرطوم. أضاف إن الدولة المصرية كانت مهددة من 3 سنوات بالدخول في حالة إفلاس، وكان سعر الدولار ممكن يوصل ل 200 و300 جنيه. هنتناول بقى النهاردة في حلقتنا تداعيات الأزمة الاقتصادية على زيادة معدلات الجريمة. عندنا أزمة اقتصادية، عندنا أزمة اقتصادية. إحنا كشعب متفاهمينها، جزء كبير جدا من الشعب متفاهمها. لكن احنا نتمنى كمان ان السادة المتخصصين في علم الاجتماع والجريمة يقدموا للجهات المسؤولة في الدولة دراساتهم وابحاثهم في هذا المجال عشان يبقى عندهم صورة واضحة وعلمية لما يحدث في المجتمع، وما هي الوسائل والسياسات اللي يجب اتباعها لتجنيب المجتمع من شر انتشار الجرائم المختلفة. ايوة، في جرائم مختلفة ممكن تترتب على وجود أزمات. البطالة دي ناتجة عن أزمات اقتصادية. طبعا كمان زيادة في أسعار المواد والخامات، كل ده على أسعار السلع، فده بيعني انتقال طبقات المجتمع من مستواها لمستوى أقل. فطبعا في ناس متفهمة ده، وأعتقد أن الغالبية متفهمة ده، بس في ناس بيسيبها شعور بالإحباط، بعدم أمان وعدم رضا، فبيلجأ إنه يتحجج بهذا للتنفيس عن غضبه، يا إما برفض الواقع إنه يتعامل معاه بالصورة الجديدة، أو بطرق غير مشروعة زي إنه يدمن أي حاجة. مش شرط على فكرة الإدمان كله مخدرات، الانحراف الإخلاقي إدمان، الرشوة إدمان، التسول في الشوارع ده إدمان، التربح من الوظيفة، النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الكسب السريع. أدينا بنسمع عن حوادث الاستيلاء على ملايين من على فلوس ملايين من ناس أبرياء بدعوة تشغيلها في تجارة معينة مقابل عائد شهري بيلتزم معاهم فيه شهرين وثلاثة، وفجأة فص ملح وداب وهرب المستريح مرة في القليوبية، ومرة مستريح تاني في الشرقية، ومرة تالتة في الصعيد، والناس ما بتتعلمش. طبعا ده كله نتاج للأزمات الاقتصادية اللي بتخلي الناس بتدور على أي مخرج، فممكن المخرج ده يكون فرصة للنصابين إنهم يستغلوا الموقف ويدعبوا أحلام البسطاء في الربح السريع ويستولوا على مدخراتهم. هنناقش الليلة مع ضيفنا اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق والمستشار الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، أثر الأزمة الاقتصادية على المجتمع، وهل هناك علاقة طردية بين الاقتصاد والجريمة، ولا هي علاقة عكسية؟ فطبيعي احنا محتاجين نقعد نتكلم معاهم ونشوف
هل تنوعت الجرائم؟ وهل احنا ازاي نقدر نتعامل مع هذا الموقف في ظروفنا؟ في الفقرة الثانية من حلقتنا، زي ما تعودنا في برنامج أمنية مصرية، ان احنا بنرصد التغيرات اللي بتطرق على المجتمع وبنحاول نوضحها، مش شرط كجرس انذار، يمكن عشان المجتمع يتقبلها. واحنا بنقول للمجتمع كله خدوا بالكم في ظاهرة فلانية بتنتشر بسرعة، وهيتبقى بعد كده ان احنا نفكر هل ده طبيعي ولا لا. احنا عملنا حلقات كتير قوي ناقشنا فيها ارتفاع نسب الطلاق في مصر، حذرنا من نتائجه وقد ايه نتيجته سلبية على تماسك نسيج الوطن، وان ده هينتج لنا اجيال مصابة بامراض نفسية. وكمان طرحنا ارتفاع تكاليف الزواج من مهر وشبكة ومطبخ، وقلنا ان هذا الاتجاه من اهالي العروسين والسباق اللي بيحصل بين الاهالي في زيادة تكاليف الافراح بيصيب المجتمع بضرر كبير وبيصيبهم بعزوف كثير من الشباب عن الزواج. النهارده هيكون معانا دكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية. هنناقش معاه موضوع بقى شوية جديد، هنناقش موضوع حبيبي أصغر مني. هو ينفع يبقى حبيبك أصغر منك؟ ولو ينفع حبيبي أصغر منك بقد إيه؟ يعني بسنتين؟ تلاتة؟ أربعة؟ ولا ممكن يبقى عندك 40 و50 سنة وخلفة أولاد في سن الجامعة وحبيبك يبقى في الثلاثينات؟ هل ده طبيعي؟ هنناقش هل الجواز ده مقبول اجتماعيا؟ وعلى فكرة مش شرط اللي يجي ببالكم أول حاجة إنه متجوزها عشان فلوسها، ده كلام مش حقيقي، لأن في كتير جدا علاقات بيبقوا الشباب دول موظفين في وظائف مرموقة وكويسين ومش محتاجين حد يصرف عليهم، بس هو بيلاقي في الزوجة اللي أكبر منه ربما حاجة مفتقدها، ربما حنان أم، ربما زوجة أسهل، زوجة أسهل بكتير جدا من العك اللي احنا عاملينه عشان خاطر الشباب تتجوز، ربما مخها كبير فهي مش قاعدة واقفاله على الوحدة ومش قاعدة تعامله زي العيلة الصغيرة وتعمل له مشاكل. وكمان في نقطة مهمة، اللي عندها النهاردة 40 و50 سنة ما بقتش شبه الستات بتوع الأفلام زمان، لا لا، دي واخدة بالها من نفسها وممكن يكون شكلها تبدو كمان في الثلاثينات. طيب الوضع ده صح؟ ولو صح احنا مش قابلينه ليه؟ ولو غلط بيحصل ليه؟ احنا دلوقتي هنطلع فاصل، بس هنشوف الاول في الفاصل ده موضوع هو أمنية وتحققت. هو تقرير تم عرضه عن قرية جبل الزلط واللي كانت بتعاني من الإهمال ونقص الخدمات. بالفعل بعد عرض التقرير تم حل جزء كبير جدا من مشاكل القرية، وكاميرا أمنية مصرية كانت هناك عشان ترصد حل المشاكل بالفعل. أنا هخلي حضراتكم تشوفوا التقرير وهرجع لكم تاني، ابقوا معنا. عندنا كمية شكاوي كتير جدا من أهالي جبل الزلط بكومومبو بأسوان، بيشتكوا من سوء الخدمات، وطبعا بيقولوا ان الاعلام ما بيروح لهمش، وان عندهم مشاكل، وان ما عندهمش لا مستشفى ولا مدرسه ولا حتى فرن للعيش. المنطقه اللي احنا فيها دي اتبنت من 2003 واحنا فيها، ما فيهاش وحدات صحية، ما فيهاش أسفلت كويس، إضاءة ولا إنارة في الطريق. جبل الزلط اشتهر بأنه وكر للمخدرات. ده المكان حضرتك اللي واقفين فيه مخصص للمدرسة
لتعليم أساسي ابتدائي. ده محط صرف صحي دي سنتين بالوضع دي، يعني ده معرض للأطفال أنها تتصاب بي. ده في مدرسة ولا في حتى واحدة صحية، وهذه اللي صرف الصحي اللي بقاله سنتين، وتروح هناك تلاقي الدرجات طابحة والسرقة. اللهم صل على النبي، هنا الله أكبر. رغيف العيش هنا مش موجود نهائي، عشان ننزل نجيب عيش بنصرف أكثر من 20-30 جنيه عشان نجيب بنص جنيه ولا بجنيه. لو نزلت أنا أو أولادي كومومبو ورجعت عشان أقضي مصلحتي، عزلي 30-40 جنيه مواصلات. كلمني حضرتك، عايز اسال حضرتك هل فعلا في حاله تحسين او تغيير بعد ما اتزعت فقره على قناه دريم؟ بسم الله ما شاء الله الحمد لله. احنا كنا فين وبقينا فين دلوقتي من ساعه حضرتك ما برنامج الدكتور امنيه زعزوع امنيه مصريه جه شرفنا هنا وصور معنا، يعني تحسين الخدمات 70% او اكثر من 70%. الاعمار اشتغلت الحمد لله، مشروع اسكان الشعبي اللي ليه أكتر من بتاع 9 سنين أو أكتر من 2011 تم التشغيل وما زال التشغيل مستمر، والفرن بسم الله ما شاء الله شغالة، ورغيف العيش حلو يعني صراحة 10/10. وبالنسبة لمركز الشباب برضو شغال، وبالنسبة للعمالة زادت هنا، والصرف الصحي حضرتك يعني شغال. فبسم الله ما شاء الله من ساعة ما برنامج أمنية زعزوع يعني في تقدم. أول حاجة المباني دي كانت واقفة من زمان وكانت عليها مشاكل، الحمد لله دلوقتي اشتغل الإنشاء فيها ما شاء الله، يعني كويس الإنشاء، ودخلتنا شبكات الواي فاي ما كناش كنا محرومين منيها، والمخبز اشتغل الحمد لله، وبناكل خبز نظيف، وبنشكر الدكتورة أمنية. أولا أنا بشكر قناة دريم وبشكر الدكتورة أمنية البرنامج الجميل اللي زعته، وبعديها كل شيء اتحسن في جبل الزلط، حاجات كتيرة. أولا رغيف العيش اللي كنا بنحتار عليه وبننزل كومومبو عشان نشتريه، تاني حاجة العماير اللي هي كانت مهجورة بدأ العمل فيها 24 ساعة، حاجة جميلة جدا طبعا. وبشكر السيد المحافظ وبشكر السيد رئيس مجلس مدينة كومومبو على الاهتمام برضو بينا. في حاجات كتير اتحسنت وفي تغييرات ملموسة على أرض الواقع هنا، وأي حد يجي جبل الزلط يستشعر ويشوف بالفعل التغييرات الحقيقية اللي حصلت هنا في المكان عندنا، وده يعني فضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بعد ذلك قناة دريم دي بنعتبرها المنبر بتاع جمهورية مصر العربية كله، ودكتورة أمنية يعني ربنا يبارك فيها إن شاء الله كده ويكلل جهودها بالنجاح دائما في كل مكان مش بس عندنا هنا في جبل الزرق. والله الحمد لله يعني في شغل حاليا في العمارة الجديدة، وفي برضو إمكانيات من ناحية الصرف إن شاء الله في شغل، يعني في تحسن عن الأول. برضو التقرير اللي كان قبل المرة اللي فاتت دياتي كان في تباطؤ خالص، كانش في خدمات في البلد هنا، وكنا خايفين من البلطجية والحرمية، الحمد لله في تحسن كويس يعني. حقيقة لو حد سعيد أكيد مش سعيد أكتر مني أنا وفريق إعداد البرنامج وقناة دريم. محدش يقول تاني إن محدش بيسمع للإعلام. أنا معرفش أشكر مين، لأن اللي عمله إن ده كله يتصلح دول مصريين، دول أولاد بلدنا. فأنا الحقيقة أنا هشكر بلدي، أنا هشكر مصر اللي فيها ناس محترمين بتسمع لأهل بلدها، ولما بتكون في مشكلة والناس عندها حق بتحلها. أنا فعلا مش عارفة أقول الشكر لمين، لأن اللي يعمل عمل زي ده مش عمل فردي، ده كان فيه توجيهات وسياسة إن كل الأمور دي تتصلح. مفيش حق بيروح وراه مطالب. إحنا معانا مداخلة من الحاج سيد عبد الستار من كومومبو. أهلا يا حاج سيد. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك. السيدة الفاضلة إمامة المنبر. الله يخليك يا فندم، الله يخليك. والله سعادتك يعني أولا
انت مش عارفه تشكري مين، بس احنا يعني عارفين بنشكر الله سبحانه وتعالى، وبنشكر قناه دريم والقائمين بها والعاملين بها، واشكرك انت بصفه خاصه. الله يخلي حضرتك. اشكر الاستاذه ريهام. ريهام ممدوح. واشكر القائمين تما على في هذه القناه، واشكر الهيئات السياسيه واشكر واخص الذكر بالقوات المسلحه حقيقي، والقائد الاعلى للقوات المسلحه للاستجابه الفوريه لمطالب جبل السلطه. ممكن تشرح لنا حضرتك ايه اللي حصل بعد عرض المشكله في البرنامج؟ هل بالفعل تم التحرك؟ تم التحرك يعني فورا، وابتدت العماير، ابتدت الصرف الصحي، ابتدت يعني الرجل يعني تدب في جبل الزلط اكثر من الاول، الفرن اشتغلت، في حركه من المسؤولين من مجلس المدينه متابع بقياده طبعا السيد المحافظ، نتوجه له بالشكر برضه، لانه برضه يعني ما كان يعني كان ما فيش توجيه للجبل الزلط، والحمد لله رب العالمين ما زلنا يعني ما زلنا نشكر الله سبحانه وتعالى الحمد لله عشان الاستجابه الفوريه. وهو زي ما اولاد كفر الزلط قالوا احنا كلنا بنحب مصر، وهو الحقيقه والله ده حقكم على بلدكم، وبلدنا بلد محترمه بتدي الحق لاصحابها. والله يعني ده ينطبق عليكم كلكم راع، وكل راع مسؤول عن رعيته. الله يكرم حضرتك، انا بشكرك يا فندم، الف شكر لحضرتك. يلا امنيه مصريه كمان واتحققت، عقبال كل امانينا ما نتحقق. حاضر، ومعانا شاذلي، اهلا وسهلا. السلام عليكم. اهلا بيك يا حاج شاذلي. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. تحبي لي لو سمحتي بس شكر كده يا دكتوره، والله بشكر حضرتك اللي رسلتني على الصفحه. صح حضرتك اللي رسلتني على الصفحه مظبوط. تمام معليك. أيوة. معليك يا دكتوره. تمام حضرتك وسهل. وانا معلش اتشرفت بحضرتك والله. لينا الشرف يا فندم، لينا الشرف. الله يبارك، بشكر سعاده الرئيس، وفعلا صدق زي ما قال لازم عشان نبني مصر ايد في ايدنا، ايد في ايدنا. وبشكر رجال القوات المسلحه حضرتك، وبشكر صندوق تحيا مصر، وبشكر السيد المحافظ، وبشكر مصر قناه دريم، وبشكر برنامج الدكتور امنيه زعزوع، امنيه مصريه، وبشكر حضرتك انك انت وثقت برنامجنا. احنا اللي بنشكرك يا حاج شاذلي، احنا اللي بنشكر حضرتك يا فندم. والله حضرتك ليلة البرنامج ده احنا كنا فين وبقينا فين، الحمد لله انجاز عظيم حضرتك تم يعني. العفو يا فندم، الحمد لله. الله يبارك في سعادتك يا فندم، من متى حضرتك صراحه من اول ما حضرتك الكاميرا شرفت اسوان، وخصوصا جبل الزلط في تقدم باهر ان شاء الله وانجاز عظيم الحمد لله يعني، وربنا يجعل في ميزان حسناتكم ان شاء الله يا دكتوره. خلي حضرتك لينا، الف شكر يا فندم، اشكرك. يلا امنيه مصريه واتحققت، وان شاء الله أماني مصرية كتير هتتحقق. أطلع فاصل. أم زياد حاضر، معلش في مداخلة كمان. أم زياد ألو، السلام عليكم. أهلا يا أم زياد، أهلا وسهلا. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك. أهلا بيكم. أهلا بيك يا فندم. السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذة. أهلا وسهلا. أهلا حياتك من كومومبو مش كده؟ أيوة من كومومبو جبل الزلط. الدنيا مظبطة عند حضرتك دلوقتي عن الأول؟ جدا 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 يا دكتورة أمي، ألف 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 شكر. الله يخلي حضرتك. يخليك يا رب. الشكر مش لينا، الشكر لبلدنا. إحنا ده دورنا. الشكر اللي استجابوا لنا. إحنا ما عملناش حاجة. إحنا دورنا إن إحنا نوصل شكواكم. شكر ليهم. بعد عرض البرنامج كنا نشكر الأستاذ خالد في التصوير، و بصراحة في إنجاز، في إنجاز، في عندنا ما كانش عندنا فرن، الفرن اشتغلت جميلة جدا، العماير اللي كانت مركونة من 8 سنين بدأت القوات المسلحة في الإشراف عليها، والمباني، الصرف الصحي شغال، بصراحة في تغيير. طب في حاجة ناقصة بقى؟ في حاجة ناقصة يا أم زياد لسه؟ معلش احنا عايزين دلوقتي يعني احنا جد بصراحة يشكر برضه رئيس المجلس والسيد المحافظ. أيوه عاوزين إيه بقى؟ الحي وبعت لنا مسؤولين المجلس كلهم جونا وجابلونا هنا. أيوه. بعتهم لنا هنا وخدوا شكوانا وعرفوا ان احنا يعني تمام الحمد لله، ووعدونا بان هم هيبقوا معانا ويقفوا معانا وكده. اهم حاجه بس يا استاذه الله يبارك لك. أيوة. اهم حاجه المدرسه والوحده عشان الاطفال.
احنا العيان دلوقتي بيتكلف مكاليف جامده جدا جدا عشان ينزل. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دي كمان تتحقق وقريب كمان الله. نبارك لكم عليها. الف شكر. شكرا يا مزياد. الف شكر. الف شكر لحضرتك. نطلع فاصل، ابقوا معنا ونبدا فقرتنا الاقتصاديه. ورجعنا لحضراتكم مره تانية ومشرفنا في الاستوديو السيد اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخليه الاسبق. اهلا يا سيدي. اهلا دكتور حضرتك. اهلا وسهلا. خبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. شرفتوني يا فندم. اهلا بحضراتكم. انا عارفه ان الوضع الاقتصادي في مصر هو وضع مش سهل على حد، ومصر فيها اكثر من مستوى ثقافي ومستوى إدراكي ومستوى مادي، ففي بعض طبقات المجتمع ممكن تتفهم إن إحنا في عنق الزجاجة، وفي طبقات أخرى لا تستطيع التفهم سواء نفسيا أو اجتماعيا. هل يا سيادة اللواء معدلات الجريمة بترتفع مع انخفاض المستوى الاقتصادي؟ هل في بينهم وبين بعض علاقة عكسية ولا ايه؟ ممكن تسمحي لي فضل. نبدأ بالدكتور. طيب. ليه؟ حاضر. عاوز يوضح لي الوضع الاقتصادي الأول واللي بيه، لأن أنا زاوية أمنية. أيوة. السؤال بتاع حضرتك هجاوبه، انعكاسات الوضع الاقتصادي على الجريمة. تمام. بس معلش يعني خلاص، يبقى احنا هنيجي للدكتور كده ما تطولش بقى وتاخد مني الوقت. ما اقدرش. شرف ليا ان حضرتك تقول لي. حضرتك لو سمحت. تمام. صنف لي الأزمات الاقتصادية على المواطن العادي. تمام. نتائجها السلبية بتظهر في صورة ظواهر. بالفعل. إيه سواء بطالة وما إلى ذلك. تمام. حياتك ممكن تحدد لي أنواع الظواهر اللي ممكن تظهر على مجتمعنا من انخفاض المستوى الاقتصادي اللي يعتبر مفاجئ على مجتمعنا؟ اولا في البدايه بشكر حضرتك انك فتحت الموضوع ده المهم جدا، لازم نوضح للناس اشياء مهمه. ولما حضرتك بتفتح الموضوع ده معنى مش الدوله المصريه في ازمه، تمام، كما بيصورها الاخرين. لا، احنا عندنا ظاهره، الظاهره بنناقشها، بنحاول نحللها، نوصل لمفهوم مرضي لجميع الاطراف سواء للمواطن او حتى للقيادات العاديين بيحللوا المشكله نفسها. احنا بالفعل مواطن مصر اتاثر سلبيا بالخطوه الاصلاحيه، او نقدر نقول عليها شريط القطر اللي احنا بقينا ماشيين عليه عشان نصلح الوضع الاقتصادي. بالنسبه لنا من بعد 2011 ما عنديش موارد، ما عنديش النهارده استثمارات، ما عنديش النهارده عجله انتاج، كل ده اثر بالفعل، ادى الى تاكل دخل المواطن المصري بما فيها تاكل الدوله داخل الدوله المصريه. قدرت الدوله المصريه النهارده يبقى فيها نوع من انواع التردي في الخدمات، قدرت انها تقول والله طب انا عندي اولويات، اوفر اولويات لكذا، فاهملت في جزء من الاولويات فتفاقمت المشكله. فيما بعد ابتدينا خطة الإصلاح الاقتصادي من بعد 2014، ابتدينا نشوف ايه الوضع النهارده اللي بتمر بيه الدولة المصرية عشان اقدر انقذ ما يتم انقاذه سواء من بنية تحتية او من بنية فوقية، واقدر اعمل بعض الخطوات اللي انا اقدر اجذب بيها بعض المستثمرات من الخارج او من الداخل عشان عجلة الانتاج ترجع تشتغل تاني. في الفترة دي ابتدينا نتعامل مع صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي زي ما احنا عارفين هو اللي روشته، مش عايزين نقول شروط او الدوله المصريه هي اللي حاطه الخطه، هو اللي روشته. الروشته الاصلاحيه بتاعته اول حاجه بيجي يبص عليها على خانه كبيره جدا، يقول لك الدوله بتتكفل بمين. هو حضرتك الدوله المصريه هي اللي حاطه الخطه لصندوق النقد الدولي ولا العكس؟ لا والله، انت لو رحت تاخدي كارد من البنك يقول لك والله انا شروطي كذا، تمام، ولو رحت النهارده تقدمي كليه شرطه وسيادة اللي هو عارف انا شروطي كذا، تمام. فبغض النظر مين اللي قدم اللي تروحه، احنا بنتكلم في روشته موجوده اصلاحيه. طيب. اللي عايز يمشي عليها ادي الروشته اهي، تاكل كذا وتبطل اكل كذا، والنهارده تلعب رياضه، والدواء ثلاث مرات، والكلام ده كله. فاحنا بنتكلم النهارده اول نقطه ابتدى يبص ليها النهارده الصندوق، قال لك انت بتدعم، لا شيل ايدك مع الدعم. انا النهارده بالنسبه للمواطن المصري اللي خرج متعور من الاحداث دي كلها، عندي النهارده 25 يناير و30 6 ومفيش عجله انتاج، والدخل بتاعي عمال بيتاكل، والنهارده فرصي في الشغل عماله بتقل، والوضع الاجتماعي عمال بيزداد سوءا، كل الكلام ده كله ما اقدرش اجي ابص على السبوت مره واحده واجي اقول لك لا اصل الدعم لازم تتحرك فيه.
لا اصل العمله بتاعتك مش تساوي النهارده قيمتها الحقيقيه، لازم تحرر. كل الكلام ده ادى الى مردود عكسي بالفعل على الاسره المصريه. كان وسياده اللواء يصحح لي المعلومه دي، بالفعل كان عندي مشكله في الجريمه العامه في الدوله المصريه نفسها، تنقلت هذه الجريمه واصبحت النهارده داخل الاسره المصريه، اصبح النهارده في صراع داخل الاسره المصريه، سواء عشان مستوى البطاله، سواء نزاع على الورث، سواء نزاع النهارده ما بين الراجل وزوجته. هل ده كان 2014 ولا احنا كان برضو عندنا ده ولكن بنسبه اقل قبل 2014؟ بنسبه اقل بالفعل، احنا كنا بنسبه اقل وكل سنه تقريبا النسبه بتزيد، يعني معدلاتنا في 2006 مع مع انخفاض مستوى الاقتصاد. معدلنا كان في 2006 طبقا للتقارير العالميه كلها ان احنا تقريبا حوالي 2.7 جريمه في اليوم، تمام؟ احنا بنتكلم النهارده حصل تقريبا في النشره الاخيره بتاعت 2016 عندنا زياده في معدل تقريبا القتل عمد حوالي 130%، عندنا بالفعل النهارده معدل السرقه بالاكراه 350% زياده، عندي معدل سرقه العربيات 500%، كل الارقام دي كلها لازم نبلور في حته مهمه جدا. لا بس حضرتك ممكن تكون حاسب الفتره بتاعت الثوره. لا احنا بنتكلم على التقرير طالع في 2016 من المنظمه العالميه. ده بس لازم نوضح حاجه الارقام عن فتره قد ايه التقرير؟ طالع في 2016 عن 2016 تمام. لازم نوضح حاجه مهمه جدا عشان برضو نبقى لمين الموضوع عشان ما نخضش الناس. ايوه احنا عددنا 100 مليون بني ادم او 104 مليون، تمام؟ اجمالي الحصر اللي بيتم ده كله في حوالي 5800 حادثه او وقعه، تمام؟ و40,000 حاجه جنائيه، يعني احنا بنتكلم النهارده كل اللي احنا عاملين بنتكلم 5800، ما زلنا حتى الان واخد بالك بعيد عن نسبه حتى 0.5%. عشان برضو نوضح للمواطن المصري في تردي، في زياده في المعدلات، مش عايزين نوصل للمرحله دي. النسبه دي بالنسبه للدول المماثله عاليه ولا طبيعيه؟ لا عاليه، احنا ترتيبنا على الدول العربيه 3 وترتيبنا على العالم 24، تمام؟ فهي بالنسبه للعالم عاليه مش قليله. بس احنا بنتكلم النهارده انا ماشي بالتوازي بالفعل مع خطه الاصلاح الاقتصادي، بيحصل تعثر، تقاتل دخل المواطن، مش قادر البي احتياجاتي، مش قادر اشغل ابني، مش قادر اجهز بنتي، واخد بالك؟ بيحصل النهارده الدخل بتاعي مش قادر اوفي بيه. كان زمان لما بتحصل الصراعات الاسريه دي، عشان هو ده الجديد على الاسره المصريه، لما بتحصل صراعات انا بربي ابني عشان يتعلم، بقدم ابني بضربه عشان يتربى، خلاف مع زوجتي عشان مشاكل شخصيه، طيب النهارده اصبح النهارده نقدر نقول العبء الاسري النهارده الاقتصادي اصعب من الاول، جرائم القتل وجرائم الانتحار والنهارده البطاله مأثره والادمان النهارده مأثر، اصبح النهارده الاسره المصريه اصبحت تعاني اقتصاديا من الدخل بتاعها، فبالتالي ابتدى النهارده المؤشر ينحرف، ما بقاش ماشي على الطريق الطبيعي بتاعه، الخطوره مش في كده، الخطوره النهارده النسبه نعم بسيطه ومش عايزينها تكتر، بس لو تعودنا على الكلام ده هتبقى هنا الخطوره. لو الارقام دي بقى فيها النهارده بشوف واحد بيسرق واحد بقى طبيعي بالنسبه لي ده الخطر، تمام؟ بعد كده واحد تاني، وبعدين الارقام دي هي بالفعل ضئيله جدا، ولكن في مش مسجل، في النهارده بيحصل النهارده بالشارع المصري الطبيعي بس مش مسجل، انما في مرحله ما قبل الامان كمان ان شاء الله. يعني احنا لغايه دلوقتي ان شاء الله خير. ان شاء الله. اي يا فندم. شوف ست اللواء. شوف يا ست. اتفضل. انا عاوز ارجع لورا السنين اللي فاتت كلها. اي يا فندم. اولا احنا ما كناش دوله غنيه في يوم من الايام، يعني حتى في العهود بس احنا كنا شاعرين يا فندم في يوم من الايام ان احنا دوله غنيه، حتى وان كان هذا الشعور يعني كان السلع كانت رخيصه. ايوه بس المرتب كان قد كده، فكان برضو في مشكله، وكنا بننتج مش يعني مش بنستهلك، حتى البلد الفلاحين كانوا بيعملوا الجبنه القريش ويعملوا المخبوزات والى اخره، واكتفاء ذاتي. انا عايز اقول حاجه، كانت الجريمة فيما قبل احترافية، مهنة، اللي بيسرق بيسرق عشان هو كده من غير حاجة، لا أزمة اقتصادية ولا حاجة، مستسهل الحرام، هي مهنته كده، لا هي مهنته كده زي الشحاتة، مجرم محترف. ما كنت في الصعيد وكان في جرائم خطف، عصابة الخطف عصابة للخطف، وبيرتكبوا كام يعني 3 جرائم في السنة علشان الحصول على الفدية. اللي بيستأجر على القتل، كان في حاجة اسمها بيستأجر على القتل. أيوة. هي دي مهنته، لدرجة ان انا حبيت وانا رئيس مباحث في ديكيرنس وفي امبابة وفي مركز امبابة، حبيت اجيب ناس من المسجلين جنائيا دول واعمل لهم اكل عيش، جبت من هنا ومن الدكتور ومن الدكتورة امنية وبتاع، وجمعت لهم فلوس، واتفضل ادي فرشة، تعالى اشتغل في المصنع ده في الوراق، تعالى مش عارف ايه، ما صمدوش. لان دي مهم، يبقى اذا مش اقتصاد، لا هو دي اذا مش لا هي دي مهنته، هو مستسهلها، طيب. ودي رغبته ومش ناوي يتصلح. النهارده بقى معدل الجريمه اختلف خالص، اختلف تماما، اصبح المجرم
مجرم بالصدفة، مش مجرم محترف. هو مش مجرم مش عاوز يطلع يسرق عشان يأكل عيش، لا، بدليل أيوة. ان في ناس فقراء جدا جدا أيوة. ما بيسرقش وأمنة جدا وفي منتهى الأمانة. ده حقيقي. النهاردة الصبح أنا شفت بنتين، واحدة سنها بتاع 25 سنة ومعها واحدة 2 ستات، والتانية يعني في حدود 40 بينقوا من الزبالة. ده الصبح، النهاردة الساعة 10 الصبح. دول فقراء ما انحضروش ليه للدعارة؟ أيوة، ما انحرفوش ليه؟ ما انحرفوش ليه؟ أدي واحد. في ولد صغير، بس معلش أنا بضرب أمثلة النهاردة. أيوة. مش حكاية الأزمة والفقر، لا. أنا هوصل إلى نقطة معينة يا دكتورة. ولد صغير بتاع سوبر ماركت اللي بيشتغلوا بقى في الدليفري يجيب مصروف المدرسة، جاب لي حاجات الصبح وحسبته وتمام التمام. بعد ما فيش تلت ساعة كده لقيته جاي لي تاني بيضرب الجرس. أيوة يا ابني. قال لي اتفضل يا باشا، الخمسين جنيه دي انت حاططها غلط في وسط المية جنيه. قلت له طب كنت خدها واسكت. قال لي واكل حرام يا باشا، يعني لسه عندنا انا قلت ايه؟ طب ما هو الولد ده كان ممكن خلاص الخمسين جنيه، ما هو غلبان. معلش اسمح لي، قصاد الولد ده في اولاد تانية، في تسول عادي جدا. مين بقى المجرم اللي بالصدفة اللي هنا اللي بيطلع يسرق بقى؟ الطلبة وموظفين بيسرقوا عشان ايه؟ عشان ياكل عيش؟ لا، احنا ما عادش في ايمان بالله، بنبص لايد غيرنا. هو طالع عشان ياخد موبايل عشان مخدرات، مش عشان ياكل عيش، مش ازمه اقتصاديه. طب هل يا فندم اسمح لي، انا بوصل لدي مع الازمه الاقتصاديه، يعني هل مش طبيعي ان كان مع الازمه الاقتصاديه العاليه المخدرات تقل؟ هقول لحضرتك على حاجه بس، معلش هكمل لك يا دكتوره. اتفضل. الأزمة الاقتصادية لها ارتباط بالجريمة، بس قد كده. أيوة. مش هي، لا. ليه؟ الأزمة الحقيقية اللي عندنا مش أزمة اقتصاد، في أزمة اقتصاد طبعا. الأزمة الحقيقية وراء الجريمة أزمة أخلاق وأزمة عدم إيمان. بس الناس بدليل إيه؟ مبرر بقى صح؟ بدليل إيه؟ هو حضرتك اللي بيرتشي الرشوة مش جريمة؟ جريمة طبعا. جريمة. طب ما يبقوا ناس كبار بيرتاشوا، رئيس جمارك ولا محافظ ولا وزير، بترتاشي ليه؟ ادي واحد. الرشوه كانت مع الموظف الصغير بياخد عشان يدعم مرتبه. طب والناس الكبار؟ اتنين، المصانع الاغذيه الفاسده 826 طن لحوم وفراخ فاسده، انت بتكسب. هو انت في ازمه اقتصاديه؟ ملهاش دعوه، ده ازمه اخلاقيه وعدم إيمان، دي الأزمة الحقيقية اللي وراء انتشار الجريمة. التحرش مش جريمة؟ طبعا جريمة. طيب هي دي في أزمة اقتصادية؟ أيوه. بيع؟ لا. أيوة. عدم قدرة على الجواز. لا 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 لا، هو متجوز وبيتحرش. بص يا ست اللواء، أنا عايزاك ترد على حاجتي، احنا على دي وعلى رد حضرتك على المخدرات اللي قبلها لما بقولت ليه طبعا لا. بص حضرتك، احنا في الظروف العادية خالص كل الكلام ده كان ممكن يبقى فعلا طبيعي، أخلاق والضمير والدين والوزع الديني والكلام ده كله. إنما الفترة اللي حصل فيها الخلخلة دي، أنا علي التزامات حتى لو أنا وزير أو مسؤول، تمام؟ ما أنا كل ما بتدرج وأعلى مصروفاتي والتزاماتي بتزيد، فبالتالي عندي ولادي في مدارس انترناشونال، وعندي مش عارف اقساط فيلا مش عارف فين اللي في منطقه ايه فوق الجبل الاخضر. أيوة. وعندي مش عارف شاليه فين اللي فين، وعندي وعندي وعندي، كل دي تكلفه عليا مره واحده. أيوة. لما بيحصل النهارده بيحصل تاثر مستوى دخلي، طب انا هجيب منين؟ وهي دي الحته اللي كنا بنتكلم عليها جوه، ان بالفعل انا عندي في خلل في منظومه الطبقات المصريه، في طبقه متعلقه ما بين الطبقه العليا وما بين الطبقه المتوسطه بقت موجوده النهارده، ولا عارف يعني ينزل ولا عارف يطلع. ده المبرر اللي بيدين نفسه عشان يسرق ويفاسد. لا ما هو لا، بص حضرتك مش بيدي لنفسه. امال ايه؟ هوضح لك حاجه مهمه، في ناس محترمه جدا وناس على اخلاق تامه وعارفين ربنا كويس جدا. أيوة. بتروح تجهز بنتها بتمضي على وصولات امانه. مظبوط. هل هي قصده انها ما سددتش؟ لا. لازم تسدد. مصبوط. صح ولا لا؟ ويطلق عليهم الغريمات. تمام. وناس ليهم كل احترام وكل التبجيل. تمام. انما اللي حصل ايه؟ الظروف ما ساعدتهمش،
فبالتالي النهارده جيت معاد التحصيل ما سددوش اتحبسوا بس ما سرقوش اتحبسوا ماشي بس دي جريمه. حياتك بتقول ان القانون بيعتبر ان دي جريمه ولا مش جريمه؟ خيانه الامانه يا معلم الست اللي هو جريمه ولا مش جريمه؟ جريمه. كويس يبقى انا النهارده وصفت انها حراميه. ما علشان كده الدوله تبنتهم لانها مش الجريمه بالمعنى المفهوم. ما سرقوش تمام ما طلعوش بسلاح قانوني. ايوه ده رشوه ده ايه يا فندم؟ نعم اللي بياخد رشوه ده عشان يسدد لا ده مرتشي بس ظروفه تبرر الوسيله. ظروفه وضعته النهارده انه يتلقى الرشوه تمام. هو النهارده اجبر ان هو يتلقى. لا هو ما اجبرش. هي ظروف وضعت قدامه فرصه للتربح الغير مشروع فهو استغلها. ما هو يا فندم انا لما بشوف كل يوم قضيه كده على الهوا وجهات رقابيه كبيره جدا بتقبض على الناس ومش سايبه حد ولا صغير ولا كبير وما زال المسلسل مستمر ده معناه ايه؟ دول بجح ولا في حد بيساعدهم؟ لا بالتالي انا النهارده بلجا لكده علشان اقدر اسدد الالتزامات اللي عليا. ممكن هو مش كويس وانا بعترض على الاسلوب. هو عاوز بس دي ظاهره لازم ناخد بالنا منها قوي. احنا اصبحنا انا قلت ايه؟ انا بقول الازمه الحقيقيه عندنا ازمه اخلاق وعدم ايمان بالله. ليه؟ ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله ببعضكم على بعض. تمام. اساس الوضع ده كله ايه؟ انا ساكن في شقه. لا انا عايز ابقى زي الدكتور في الرحاب. عايز ابقى اخويا مش عارف فين. الست هانم بقى شايف اخوك جاب في التجمع هبتدئ. انا مش محتاج انا عندي طبقية. الكفايه المنفعه الحديه في الاقتصاد اسمها المنفعه الحديه يا دكتوره امنيه أي. انا المنفعه الحديه تكفيني وتغطيني وعايش على قد لكن انا اصبحت متطلع اصبحت عايز ابقى زي ده وزي ده وزي ده. انا راكب 128 عايز اركب مرسيدس فابتدي ارتكب الجرائم. التاجر الجشع جاي من ايه؟ ما انت تاجر وحلو مكسبك بالحلال ليه ليه بتخزن؟ ليه بتحتكر؟ ليه بتغالي؟ ليه ليه ليه؟ علشان الجشع والطمع. هيو ده اساس الازمه. ما هو برضه متماشي مع واسباب ارتكاب الجريمه. معلش يا جماعه احنا في ظاهره لو حليناها لازم نحللها في توقيتها. ما هو ده كلام الكلام اللي قال عليه ست اللي هو في دراسات بالفعل طلعت بتاكد الكلام اللي بيقوله فعلا بالفعل ان انا طموحاتي يبقى عندي النهارده موبايل بكاميرتين وستة جيجا مش عارف ايه شاشه كام وعندي عربيه النهارده خمسة غيار كل الكلام ده فعلا بالفعل بس بتبقى في توقيت زمني معين او في منطقه اقتصاديه معينه. ده ما كان قبل 2011 كان صراحه ولا رفاهيه تمام. لما كنت تخش النهارده بيت عشان تدي زكاه كنت ممكن تلاقي تلفزيون ودش وغساله. هل دول يستحقوا فعلا ما يستحقوش؟ الله اعلم. بس كان دي طبيعه بالفعل صراع نحو النهارده فرصه اعلى صراع نحو مستوى اعلى. ده كان بالفعل في طبقه ما قبل 2011 اللي هو انا النهارده عايز اغير من الحياه المستوى بتاعي الاجتماعي. أيوة. ده كان فعلا صراع اللي كان بيشغل لكن دلوقتي والانحراف ابتدى يظهر من الطريقه دي. دلوقتي شايفه انما إيه احنا يا جماعه في ازمه بالفعل لو ما ادركناهاش وما حلناش بجد المشكله هتتفاقم وهيبقى العدد اللي في السجون اكتر من اللي بره. دي عايز تقول حضرتك ان كتر الاقساط اللي دخل الناس دخلت فيها حتى التاجر اللي الست اللي هو بيتكلم عليه ده اتعرض النهارده لتعويم. فبدل النهارده ما يبقى عليه مليون بقى عليه 10 مليون جنيه للبنك. فاتعرض النهارده تكلفه الطاقه زادت عليه او الغاز زاد عليه او النهارده العماله مرتباتهم زادت فهو بيحاول يدور على مخرج. خلي بالك الكلمه النهارده ان احنا النهارده الجريمه في جزء منها كبيره جدا حرفه زي ما الست اليوم قال وجزء منها ده بخرج عشان يخرجني من الازمه دي. ممكن واحد يزور ورق عشان يخرج من المأزق ده. أيوة. ممكن واحد النهارده بيروح ياخد قرض الضمان حاجه تانية بواحد قريبه عشان أيوة. يخرج من المأزق ده. فاصبح النهارده عندنا يا جماعه الظاهره لازم تحلل والا هتبقى في مشكله. ليه انا بقول لحضرتك النهارده الوزير والغفير أخلاق. أيوة. الاثنين مع بعض بالزبط. وغير كده حاجه هقول لحضرتك برضو سبب رئيسي جدا فضيحة. اذا كان النازع الديني عندنا النهارده ليه دور بالفعل غياب اهل الدين فيه. اذا كان عندنا الاعلام النهارده بالفعل متغيب في الحته دي. اذا كان عندنا بالفعل النهارده المدرسه مختفيه في الموضوع ده. عندنا سلوك النهارده الاسره المصريه الاب والام برضو فيهم نتيجه الضغط الحياه برضو مؤثر بالكلام ده. بس اهم حاجه يا جماعه لازم نحلل المشكله دي ظاهره لازم تحلل. طيب بمناسبه نحلل انا عايز اقول حاجه. انا عاوز اي جريمه ترتكب ويضبط متهمين فيها هسال حاجتين اتنين. اتفضل. المتهمين دول ايه وضعهم المادي ايه؟ صح هو ده. وليه ارتكبوا الجريمه؟ كلام سليم. هنخرج من دي الجزئيه اللي انا بقولها. مش محتاجين لا هو محتاجين يعني زياده بالظبط محتاجين تزايد. ما هو حضرتك هقول لحضرتك بعد حد معين في واقعه عايز اقولها على الهوا عشان برضو تبقى تحذير للساده المشاهدين. اتفضل. عشان تخلي بالكم شاب سايق عربيته وفي التجمع فركن في جنب
علشان بيشوف خريطة، بيشوف جي بي اس هيروح ازاي. وهو راكن في جنب فوجئ بالبابين بيتفتحهم واتنين هوب والمطاوي والمطوة في ظهره واطلع على طول. انا برضو بقولها عشان تخلوا بالكم وتتقفل الابواب كويس وتنبهوا على اولادكم. اطلع اطلع فين وما تتكلمش. حاضر. مشي الولد سريع التصرف، راح جاي لافف وموقف العربيه بالعرض وراح ناطط جريهم. دول مش محترفين سرقه. مين دول؟ مين دول عايزين ايه؟ عايزين الموبايل اللي معاه والعربيه لا اكتر ولا اقل. هيعملوا بيها ايه؟ اهاليهم محترمين، اهاليهم كويسين، اهاليهم ما شاء الله عليهم. طب امال عايزين ايه؟ ده وضع اقتصادي؟ لا مش وضع اقتصادي، عدم ايمان، وضع اخلاقي. الله سبحانه وتعالى عندما وصف حبيبه قال له وانك لعلى خلق عظيم. يعني انا متفق معاك، الازمه عندنا هي دي. بس انا مش طيب. برضو انا شايفه ان الكلام بتاع يعني كلام حاجه سليم ده. انا مش لا انا مش بنكر، لا لا الوضع الاقتصادي انا ما بنكرش يا جماعه، لا افهموني، بتؤثر على الوضع الاقتصادي له تاثيره. انا هقول لحضرتك على حاجه، هقول لك ادله. اتفضل. وانا في اسيوط وانا مدير امن اسيوط حبيت اعرف الارهاب ده ليه. ها طلع ان في عناصر بتاخد فلوس من الجماعات الاسلاميه بس، لكن ما عندهمش فكره لا عن عقيده ولا حاجه. وظيفه. ليه؟ وظيفه. لان اسيوط ما فيهاش مصانع عشان تلم الناس دي. صح. مين قال ان الوضع الاقتصادي؟ انا لا انكر. بس مش لا بس بقول مش هو لوحده. ايوه بس بدليل حياتك، خد بال حياتك، احنا عندنا ثوابت. ايه هي الثوابت دي؟ هي الباك جراوند، الخلفيه الاخلاقيه والدينيه للمجتمع الحالي، بالكويس بتاعها وبالوحش. بدليل احنا بالفعل. النهارده عندنا مجتمع أيوة. عنده خلفية دينية خلفية أخلاقية، سواء كافية مرتفعة عمره ما هيسرق لا ولا هيرتكب جريمة. لا لا أختلف معك. المجتمع اللي احنا فيه دلوقتي زي أي مجتمع منذ الأزل، فيه اللي ما بيسرقش وفيه اللي يعرف ربنا وفيه اللي الشيطان غواه، ودي حكمة الحياة. لا معلش، هو ده حكمة الكون. لا 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 طب معلش، لا معلش بقى، في نفس أمارة بالسوء. أنا هقول لحضرتك على حاجة، هقول لك على حاجة. أنا كرجل أمن بقى وإيدي أمال كان بيجي لك من الحرامية؟ بس ما أنا جاي لك والله جاي لك. ده أنتوا ماشي، ده السجون مليانة يا باشا وحياة ربنا جاي لك. أنا بقى هقول لك اللي أنا شفته في تجاربي. اتفضل. معلش، في مضطر وبيرتكب جريمه وهو اصلا مجرم بالصدفه، ده ايه؟ ما انا بقول لك ده بتبقى ايه بقى؟ ده بيبقى محتاج عمليه لامه لبنته، عاوز فلوس يا جماعه. لا خلاص هنا بيرتكب الجريمه. حياتك احنا بدون لكن علشان هو عنده ظروف اقتصاديه، عنده ظروف. ما خليني بس اقول ايه، انا شريحه قد كده بقى يا دكتوره امنيه. حياتك الشريحه، حياتك الشريحه اللي قد كده دي، احنا دورنا النهارده كإعلام وكحضراتكم كخبراء ان احنا نسلط عليها الضوء عشان الشريحه دي ما تبقاش عدوى. صح. وتنتقل لاخرين. انا لو عندي لو عندي ايمان كويس، قبل ما تبقى لو عندي ايمان كويس مش هسرق. تمام. مهما احنا دلوقتي كان. هروح استلف. عندنا ناس يا فندم ما عندهمش ايمان كويس. لا خلاص بقى، احنا دلوقتي عايزين اللي ما عندوش. هي دي الازمه. ما هو بالظبط. ايوه، ما احنا بنتكلم ما يا فندم. هل النهارده هقدر عايزين نحلها؟ حياتك مختلف معايا ان احنا مجتمعنا المصري دخل عليه دواخل كثيره مختلفه عن طبيعتنا القديمه. هل حياتك مختلف معايا ان الاصول والعادات والتقاليد بتاعتنا بتختلف في المجتمعات اليومين دولت؟ مظبوط. خلاص يبقى احنا بنتكلم دلوقتي في واقع. الواقع ده بيقول ان مجتمعنا المصري عليه ظواهر غريبه ومستحدثه عن الواقع. بالظبط. انا عايز اتكلم في ظواهر دي. الزواج. إنما المجتمع المصري الأصلي إحنا عارفينه طبعا كلنا، ونتمنى كلنا نعرف نربي أولادنا زي ما أهلينا عرفوا يربوا أولادنا. الحل زي ما قلنا في التربية وفي التعليم أساسا، والدولة وبمؤسساتها ينتشلون. النهاردة المستشفيات، عندما تكون المستشفيات وبتقضيني حاجتي من العلاج، مش هسرق ولا همد ايدي. صح. لان محتاج لعمليه. برضو سياده اللواء، انا عايزه اوصل لحضرتك هدف حالتي. انا بتكلم بعد اذن سيادتك، اديني فرصه بس عشان اوضح لك انا عاوز ايه. انا بتكلم في واقع دلوقتي. الواقع بتاعنا بيقول ان التعليم على هذا الحال،
الواقع بتاعنا بيقول ان الصحة على هذا الحال، كل احنا في مسار اصلاح بس احنا في الوقت الحالي يبقى هي الازمه ده الوقت بالظبط. انا بقول ان انا في ازمه وعارفه ان انا يعني بعتبر نفسي انا هحلها بقى انا كمواطن ولا الدوله هي اللي تحلها؟ احنا حضرتك احنا بنتكلم مع سيادتك ليه؟ حضرتك خبير امني فربما يكون عندك وجهه نظر ان في بعض القوانين محتاجه انها تفعل اكتر من كده، زي قانون التسول مثلا. قانون التسول احنا زمان كنا نسمع عن حاجه اسمها قانون تسول موجود والمتسول موجود. بس هل القانون ده يا فندم مفعل كالماضي؟ هل القانون ده بالفعل بيتم تطبيقه بنسبه 100%؟ هل ربما لو قانون التسول ده تم ضبطه مره اخرى، قانون الاحداث بتاع الاطفال الصغيرين هل بالفعل هذا القانون كافي؟ وخلاف وخلاف، وده اللي انا بتكلم عليه. كويس، حياتك من خبرتك ممكن تديني حاجات كتير تقلل العواقب السلبية للأزمة اللي احنا فيها. الأزمة اللي احنا فيها حلها زي ما بقول لحضرتك، تبدأ من البيت أولا في التربية طبعا، والمدرسة تعليم. أما طالب يدخل الثانوية العامة في لجنة الامتحان ومعاه مسدس، الدكتور قال في جرائم في جوه البيت عنيفة أنا ما شفتهاش في حياتي، اللي يقتل اولاده، اللي يقتل مراته، اللي تقتل مش عارف ايه. طالب داخل الثانويه العامه معاه مسدس، ده طلع مسدسه ده البيت فين؟ بيته فين؟ ابوه فين؟ هو احنا النهارده بنكافح الجريمه؟ مش بقول الازمه الاقتصاديه ما بنفيهاش يا دكتوره امنيه طبعا، الازمه الاقتصاديه تنعكس على الجريمه لا شك. اول حاجه حابب ان لازم البيت يوعى شويه اكتر، والمدرسه ليه؟ ده حضرتك البيت النهارده فكرته ازمه اكبر. مين اللي دخله اللجنه بالسلاح؟ البيت النهارده ما هي اللجنه اللي ظبطته. البيت النهارده أنا اشوف ابني واتابعه والاقيه بدا كده مش مظبوط، يبقى اتجه للمخدرات، هيعمل ايه عشان يحصل على المخدرات؟ هيقتل، هيسرق. ما هو قتل جدته أم أبوه عشان عاوز فلوس، وخد كام؟ 20 جنيه. أيوة اللي لقاهم ليه؟ 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 علشان يجيب مخدرات. أنا لو كافحت هذه مش مكافحة المخدرات بقى، أنا أبدأ من البيت الأول والمدرسة. فين الجمعيات الأهلية؟ فين هي؟ بس منظر وشو إعلامي وخلاص؟ لا، فين هي؟ علشان إيه؟ حضرتك النهاردة في الفقرة قبل ما طلعتوا الكاميرا على مشكلة في أسوان، والمشكلة اتحلت في فرن اتعمل، في حاجة اتعملت، قيسي عليها يا دكتورة أمنية. لو الكاميرا دي والإعلام انتقل وحل مشكلة، والجمعيات الأهلية اشتركت والمحافظين وحل مشكلة هناك، مشكلة بطالة، مشكلة مش عارف ايه، يا أخوانا لابد من أن تتضافر كلها، الخطاب الديني والمساجد والكنائس، علشان خاطر يبقى عندنا قناعة، قناعة باللي ربنا قسم لنا بيه. ما تبصش لإيد غيرك، احنا هنا بنكافح الجريمة بشتى الطرق، لكن بقى نقول لغاية تبرر الوسيلة ان انا فقير محتاج اطلع اسرق؟ لا، احنا ما بنقولش ده بس. لا لا، احنا بنقول دي ظاهرة عايزين نقضي عليها. احنا ما قلناش كده خالص، مش انتم هنا بقول لكم، انا بقول للي تسول له نفسه انتم احنا ما بنديش مبرر لحاجة. ما تلبسونيش في الحيطة اعملوا معروف، والله خلينا بنلبسنا في الحيطة عشان تنور. والله انا بقول لمن تسول له نفسه، انت في ضائقة استلف اعمل. بقول لك ايه، كل ما فيش حاجة اسمها بطالة، في شغل اشتغل. احنا هنقعد بأي طريقة، في حاجة اسمها شغل اشتغل. هنطلع فاصل نرجع تاني، ابقوا معنا، ارجعوا تاني. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، وما زلنا في موضوع الظروف الاقتصادية ومعدلات الجريمة، ومشرفنا السيد اللواء مجدي بسيوني مساعد وزير الداخليه الاسبق، والخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس. دكتور وائل، كملي اللي حضرتك كنت بتقوله لي في الفاصل. حضرتك كنت بتقول ان احنا عندنا بالفعل معدلات جريمه بتزيد، ولابد ان نلقي عليها الضوء. يعني ايه بكده يا فندم؟ لازم نصنف كمان معدلات الجريمه كلها عشان نبقى عارفين هل النهارده الدوله المصريه بالفعل وهي بتحاصر الارهاب
وقفلنا المنافس بتاعتنا، يعني مصادر التمويل بالفعل للرهاب ده ابتدت تقريبا تجفف. طب المصادر دي واحنا ست اللي هو اكيد عارف امبابه ايام زمان ومحلات الذهب اللي كانت بتحصل سرقه بشبرا وحالات القتل والكلام ده كله، هل النهارده انا ركزت النهارده والامن بتاعي الداخلي النهارده ابتدى يامن النهارده الاماكن دي كلها؟ حالات السرقه اللي موبايلات ولا عربيات والكلام ده وترجع تصيل تاني لاموال نقديه او سيوله، ثم بعد كده احنا شايفين تجاره المخدرات المنتشره ممكن تدخلي سلاح وما شابه ذلك، هل النهارده عندي بعد داخلي عشان اقدر اقول والله ان مصادر التمويل للارهاب؟ يعني حضرتك لازم الامن الداخلي طبعا، لان السرقه دي احد تمويل مصادر الارهاب، وشفنا الكلام ده في الثمانينات والتسعينات، محلات الذهب في امبابه وشبرا وحالات الاغتيال وما شابه ذلك. هل انا ركزت ولا انا مركز على البعد اللي هو الارهاب فقط لا غير ومحاربه او الامن السياسي فقط لا غير؟ لازم النهارده نلفت النظر يا جماعه، نخلي بالنا، خلي بالكم الشارع، خلي بالكم المنشآت، خلي بالكم الممتلكات. دي نمره واحد. ده مش هيساعده الامن لوحده، لازم الشعب كله. معاك الشعب كله، بس نخلي بالنا ان الشعب برضه فيه ناس بقت محتاجه، تمام؟ والناس اللي محتاجه النهارده بقت بتحلل. لو انا جنبي النهارده واحد ظروفه وحشه وشفته وبيسرق يقول لك ده غلبان هيجيب منين؟ دي بقت السلوك النهارده. طب في النهارده واحد بيعدي واحد بيعدي النهارده لقى فاتوره الكهرباء مش عارف 2000 جنيه يقول لي بص انا ممكن اخد 2000 جنيه واعمل لك وصله رسمي ما ده برضه سرقه، تمام؟ تنوع شكل السرقه وتنوع النهارده هويه السارق. طب حضرتك شايف الدوله يعني مخالفة. احنا قاعدين النهارده ليه؟ احنا قاعدين لان حضراتكم خبراء، حضرتك خبير اقتصادي وسياده اللي هو خبير امني، حضراتكم عندكم خبره ممكن ممكن ناخد حلول الدوله تنظر لها. حته مهمه كمان زي السياده اللي هو ما قال الاخلاق. طب ما انا عايز اوضح حضرتك حاجه مهمه جدا، فتاه ماري جرجس اللي انتحرت دي كان ايه بالظبط؟ دي بنت بتصرف على العيله، يعني عندها الاخلاق وعندها الوعظ الديني وما انحرفتش ولا اي حاجه خالص، انما بيحصل ايه؟ بتعذب من الوالد اللي بيجبرها على الشغل، واخواتها عطلانين وعندهم حالات ادمان، فبالتالي البنت ما استحملتش. يبقى النهارده بنتكلم حتى عمليات الانتحار دي جريمه، مش سرقه بس جريمه. انا اقدمت على الانتحار، جريمه الرحاب. ما احنا شايفين النهارده اسره بالكامل في حاله انخفاض مستوى المعيشه، شايفين الحاله الثانيه بتاعت بولاء اثناء ماتش الكره راح قتل مراته. يعني احنا بنتكلم النهارده مستوى الجريمه ما اصبحش بس النهارده للسرقه. طب حضرتك شايف ده الانهيار المستوي الاجتماعي نتيجه الانهيار الاقتصادي. ازاي نقدر نسيطر عليه؟ عشان نبتدي نسيطر عليه ده يبقى احنا لازم نرفع من مستوى دخل الافراد، تمام؟ نزود من القوه الشرائيه لقطه الجنيه، هنبتدي نرفع بها تدريجيا. الحته اللي احنا عاملين بنتكلم عليها كل شويه اصل كنتوا 100 مليون اصل كنتوا 50 مليون، لا، انا لازم اتعلم كيفيه اداره شعوب. ليه؟ عندي الصين 1.6 مليار، تمام؟ بس حضرتك معلش الصين ما مرتش بسنين طويله. لا لا ده مرت اسوأ. الصين حضرتك الشعب الصيني كان مدمن افيون. أيوة. لدرجه ان هم اعدموا كميات كبيره جدا. الكلام ده سنه كام؟ الكلام ده تقريبا في 1890 تقريبا بالزبط. في البدايات دي يعني حضرتك من اكتر من 130 سنه، تمام؟ بس او 120 سنه اخذوا كام سنه؟ يعني احنا النهارده حضرتك زي ما سياده اللواء قال ان عندك منظومه من الاول اللي هي من اول التعليم من اول الصحه. احنا اصلا اللي احنا فيه النهارده ده ناتج عشرات السنوات، ده مش ناتج الثوره الاخيره. لا مش ناتج لا الاربع سنين بس، ده عشرات السنوات اللي احنا فيه حاليا ده حصل تخلخل في الطبقات، تمام؟ بدليل حاجه ان البرلمان المصري بالفعل بيقر قانون النهارده التعويضات ل 1500 منشاه نتيجه الوعكه اللي حصلت لها من تعويم العمله، تمام؟ عندي النهارده البنك المركزي النهارده هيبتدي يضخ استثمارات في حالات التعثر. أيوة. يبقى معنى انا كدوله ما دي حلول، تمام؟ احنا معدلات الجريمه. أيوة. لو فرضنا ان حد بيحلل نفسه الجريمه مش تعتبر حلول؟ اوفر بقى ايه قصادها الناحيه الثانيه؟ هشغل مصانع ثاني. هسدد النهارده الالتزامات على المصانع عشان ما يروحش يختلس ولا يسرق كهرباء ولا يسرق ميه ولا يسرق النهارده مواد خام فاسده ويطرح لي في الاسواق. أيوة. يبقى الناحيه الثانيه ازود ايه؟ رفع التكلفه على المواطن المصري. ليه بقى؟ لان النهارده لما هرفع التكلفه العامل عايز اجره يزيد، فالراجل بتاع المصنع هيديله مرتب زياده، فبالتالي هيرفع سعر تكلفه المنتج بتاعه، فبالتالي السلعه هتروحها في السوق مش هتتباع. في ركود تضخمي، النهارده سعرها عالي عليا مش قادر اشتري، المصنع قفل. ما بقول لحضرتك كوره من التلج كبيره جدا. وزي سياده اليوم قال لك في بطاله، لا احنا ما عندناش بطاله، انا بقول له احنا ما عندناش بطاله، احنا عندنا عطاله، والعطاله دي سببها ايه؟ التكلفه الباهظه، ارتفاع مستوى تكلفه المعيشه. طب خليني اخد اجابه السؤال لحضرتك قبل ما ارجع لسياده اللواء. حضرتك قلت ايوه الظروف الاقتصاديه لما تنخفض يزيد الادمان، وانا معلوماتي ان الادمان عاوز فلوس، تمشي ازاي دي؟ انا ولا حضرتك؟ انا قلت يزيد الادمان. حضرتك قلت ايه؟ قلت هو الظروف الاقتصاديه لما تنحدر وتبقى صعبه الادمان يزيد. في حاجه قلت لي بالفعل ازاي وهو ما عندهمش فلوس؟ لان الادمان اصبح النهارده من يخدم عليه اصبحت وظيفه ديلر،
جيلر النهارده اصبح النهارده بيجذب كميات كبيره جدا، فممكن يبدا انه يديله ببلاش على امل انه اكيد عارف الكلام ده. احنا عندنا الطبقه النهارده اللي هي نقدر نقول عليها الغنيه في مصر او معاهم فلوس النهارده في مصر هي قد ايه؟ تقدر بحوالي 15 مليون. بس طيب ده اكتر من الواقع في الرينج 15 مليون فرد. دي الطبقه الغنيه في مصر اللي هي كريمه المجتمع اللي معاها فلوس او اللي معاها 3.3 مليون في البنوك، تمام؟ طيب او اللي بيشتري النهارده وحده بمليون جنيه او 2 مليون جنيه وانت طالع وهو لسه شاب صغير، تمام؟ طيب الشباب دول هو ده مستوى الرفاهيه بقى اللي بيتكلم عليه ست اللي هو واخبالك اللي بيبتدي بقى يسحب بيتكلم ان الديلرز فيبتدي يسحب من الطبقات الثانيه الديلر فاصبح النهارده داخله النهارده من الحرام او داخله نتيجه التجاره واخبالك وفي رواج في التجاره. هو ده السبب يا فندم ست اللواء. حضرتك طبعا عملت لنا كمان حلقه في المخدرات قبل كده كانت رائعه يعني. حضرتك شايفه ان الظروف الاقتصاديه لما تنخفض معدل استخدام المخدرات ممكن يرتفع؟ أو عدد المدمنين يزيد؟ أولا ما فيش ارتباط بين معدل ارتفاع المخدرات والظروف الاقتصادية. ليه؟ أيوة اتفضل. ليه؟ المخدرات ده مسلسل استعماري داخل علينا لهدم الدولة، زي بالضبط النت ما دخل وبيخرب عقولنا والسوشيال ميديا والكلام ده كله. سياسة المخدرات عاوزين نهدم مصر. نهدمها ازاي؟ نهدم شبابها، نهدم الناس الحلوة اللي فيها. بإيه؟ بالمخدرات. الدليل على كده إيه؟ الدليل على كده تنوع المخدرات من الحشيش الأفيون إلى العقاقير إلى 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 آخره. سينا اتظبط فيها كم مزرعة في 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 في, في شهور القليلة من سنة 18؟ أكتر من 57 مزرعة. أيوة. كم طن مخدرات فيها؟ دي حاجة دخللنا من إسرائيل وأعوانهم لتدميرنا، سواء الاقتصاد منتعش أو مش منتعش أو إلى آخره. دي حاجة. الحاجة الثانية أن الإدمان زي ما بنشوف في أفلام فريد شوقي كده، لما بيحصل عنده مشكلة عاطفية ولا حصل كذا يخش على الخمارة ويشرب وحالة نفسية ويبقى بقى خلاص. طب هل البطالة ما تعتبرش مشكلة ويقول أن أنا مش لاقي أشتغل ومش لاقي أعيش وعارف أتجوز؟ طبعاً طبعاً من ضمن طبعاً يبقى الحالة الاقتصادية. البطالة الحالة الاقتصادية أنا قلت في البداية يا جماعة ما بنكرش الحالة الاقتصادية خالص، لكن مش بعول عليها هي الشماعة الوحيدة اللي بتشيل كل حاجه. يعني الحاله الاقتصاديه بالفعل هي سبب من اسباب ارتفاع معدلات الادمان بكل انواعه. هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه الوحيد. الحاله الاقتصاديه لو انا النهارده في بيتي انا مش هرتكب جريمه، مش هرتكب جريمه مظبوط، ومخنوق ماديا وعليا اقساط وعليا ديون، هيحصل مش طايق كلمه من مراتي، هتبص تلاقي ممكن كلمه مني كلمه منها تفضل امشي انت طالع يلا مع السلامه، مش هديت بيت. لكن لما تكون ظروفي لكن مستريحة. الحاله الاقتصاديه بتعمل كل حاجه. طيب. بتعمل حضرتك خلل. قلت للمواطن قلت للمواطن جمله قلت انت لازم ترجع للاخلاق وللدين مفيش شك في هذا. هل عايز تضيف كلمه للمواطن يقدر يستند عليها عشان يقدر يمر بالظروف الحاليه؟ انا عاوز اقول للمواطن حاجه. أولا ارضى بما قسم الله لك وعليك بالسعي. الرسل والأنبياء كلهم كانوا بيتجروا، ما تقعدش كده وتقول ما الحالة منيلة ما الحالة مش عارف ايه. اشتغل ايا كان. في واحد عاوز اجيب له شغلانة، بقول له انا هجيب لك شغلانة، ايه رأيك انت شغلتك اصلا ايه؟ قال لي محارة. قلت له خلاص في بكرة تعالى استلم بشغل عامل محارة، هياخد فلوس يوم يقول لي ايه؟ لا 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 انا قرفت من الشغلانة دي بقت متعبة بقت ما انت عايز ايه؟ مدير؟ لا بقى. شوف شباب انزلوا يا اخوانا في المشروعات، انزلوا في شارع التسعين في, في, في التجمع، هتلاقي شباب زي الورد بيشتغلوا وفي المعمار بيشتغلوا. ايوه في شباب يقول لك انا ما اشتغلش بتاع امن. اشتغل ليه؟ اشتغل مشكلة. يبقى هنا بقى لما يقعد لي شوفوا الكافيهات شغاله قد ايه لغايه الفجر. مفيش دوله في العالم يا دكتور بتقعد بهذا الشكل بالترنح ده، وبعدين يطلع الفجر بقى ما عاوز يجيب مصروف هيقابلني الفجر انا مروح سهران ولا عند نسايبي ولا لاخره، هيعمل ايه؟ منتهى البساطه ان شاء الله يكون مسدس اطفال خد مني العربيه. مش محتاج احتراف. صح. مش محتاجه حاجه. عشان ايه يا بابا؟ عشان يصرف على الكوفي شوب والمني مشارج ومش عارف ايه والكلام ده كله. هل دي نتيجة أزمة اقتصادية؟ لا مش أزمة اقتصادية، ده دلع ومياصة ومياعة وقلة حياة وخروج على القيم. أنا عايز أقول لو صلحنا من أخلاقياتنا ومن أنفسنا
والمدارس والتعليم والأسر ربت العيال صح والقناعة ارضى بما قسم الله لك. الكلمة اللي بقولها دكتور وائل يبقى حضرتك عايز تقول ايه سواء للبلد او للمواطن؟ انا بقول للبلد نمرة واحد، نخلي بالنا احنا داخلين دلوقتي بالضم الاقتصادي غير رسمي في الرسم، معنى كده ان عندي اقتصاد كبير جدا يعتاد تقريبا حوالي 2 تريليون، ممكن النهارده ده يرفض ان هو يخش في الرسمي، ممكن يسرح العماله. الاقتصاد الموازي تقصد؟ ايوه تمام، يسرح لي عماله كتير جدا، الاقي في تفاقم الموضوع اكتر من الاول. فاحنا نخلي بالنا واحنا بنعالج لازم نحضر قبل اتخاذ القرار، دي نمره واحد. نمره اتنين، بقول للدوله خلي بالك يا دوله لازم تشغل المنابر بتاعتك، منابرك لازم ترجع تاني تشتغل، الاعلام، السينما، التلفزيون، الخطب بتاعت المنابر، الجامع، الكنائس لازم تشتغل، كل دول لازم يشتغلوا زي ما قال ست اللواء نازع الديني نمره واحد. ده حقيقي. لازم ده نعرف حقيقي. حاجه واحده صح. صحيح. احنا في فتره اختبار سواء اقتصادي سواء رباني سواء اجتماعي سواء سياسي زي ما يكون، احنا فترة بس نخلي بالنا حاجه مهمه جدا، احنا فتره اختبار ده كلام ان ربنا لما بيجي بيأذي دوله او بلد او اي حاجه يقول لك ان ربنا بيؤمر مطروفيها يكسروا فيها فساد، خلي بالنا جدا احنا اذا كنا في الفتره دي لازم كل واحد يحارب الفساد من جواه عشان ما نخضعش بعد كده ان ربنا يبدل كوم بكوم. خلي بالكم خلي بالكم خلي بالكم، لازم كل مواطن النهارده لو الحاله بتاعته ضيقه يستحمل ولازم النهارده يستغنى عن حاجات ممكن تبقى بالنسبه له مش رفاهيه. أيوة. بس لازم يقدر اقول انا هعيش، ابويا وامي قالوا لي على قد لحافك مد رجليك، ودي كان احد أيوة. قاعده المصريه متربيين عليها. ده كلام سليم قوي. طيب فبنقول لاي مواطن مصري استحمل، بنقول لكل واحد النهارده بقى طالب وطالبه متدلعين وبياخدوا درس، راعوا ابوك وامك شويه، طيب حسوا على ضمكم شويه، ذاكروا شويه، بنقول لكل مدرس راعي ضميرك شويه، كل موظف في الحكومه النهارده شغال وبيقدم النهارده خدمه بدل ما تتعمل في نص ساعه بيعملها لي راعي ضميرك شويه، لو كلنا راعينا ضميرنا وكلنا قدرنا النهارده نقول ده حرام وده حلال وابتدينا النهارده نحارب الفساد بانفسنا صدقني هنقدر نتخطى ونقدر، انما الدوله لوحدها مش هتقدر تعمل اي حاجه خالص. بالظبط. سياده اللواء مجدي بسيوني مساعد وزير الداخليه الاسبق، الف شكر يا فندم، بتشرفني دايما والله، وامنيه صحيحه يعني فعلا والله. يا رب ان شاء الله ان شاء الله. خبير الاقتصادي دكتور وائل النحاس شرفتني يا فندم، تحياتي. وانا برضو كالمعتاد هاخد من كلام ضيوفي وهنهي حلقتي. ايوه عندنا ازمه اقتصاديه، ايوه الازمه الاقتصاديه ممكن تزيد معدل الجريمه، بس الحقيقه لو اتقينا الله وعرفنا ان في رب موجود واتقينا الله في اولادنا وفي تربيتنا واتقينا الله في تعليمنا في المدارس واتقينا الله في كل حاجه احنا بنعملها، ما اعتقدش ان في حاجه هتقدر علينا، واحنا في اختبار وان شاء الله هنعدي بيه بسلام. نطلع فاصل ونرجع تاني، وحبيبي اصغر مني ابقوا معنا. ورجعنا لحضراتكم مرة تاني، ومشرفنا في الاستوديو الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية. شرفتني يا دكتور. أهلا بيك. أهلا يا دكتورة. موضوع حلقتنا يا دكتور حبيبي أصغر مني. إحنا زمان كان يتقال لنا لازم تبقي جوزك أكبر منك بكام سنة عشان أنت هتعجزي بدري، والرجالة ما بتعجزي، وعلشان المستقبل. طبعا الواقع النهاردة أن الرجالة اللي بتعجز والستات لسه. الستات النهاردة بعد الاهتمام بالتجميل وما إلى ذلك أصبح الحتة دي ما بقتش كبيرة قوي. أنا عايزة أخد كل الصور لهذا النوع من الارتباط والحب. هناخد الأول الاتنين اللي مش متجوزين، هو وهي ما اتجوزوش. الطبيعي السن المناسب قد إيه فرق السن بينهم عشان يقدروا يتجوزوا وتبقى علاقة يعني شبه إيه طبيعية بدون مشاكل في المستقبل؟ تمام، اتفضل. بص حضرتك، في الاول احنا عايزين نقول ان الحب لا يعترف بالعمر ولا يعترف بالزمان ولا المكان طبعا. ولا بيعترف باي مقاومات لاي شيء. الحب عباره عن انجذاب ما بين طرفين، علاقه كل طرف بيميل للطرف الثاني، بنحس ان في خصائص مشتركه ما بيننا، بنحس ان في راحه من خلال تعاملاتنا مع بعض، بنحس ان احنا مريحين بعض جدا، بنحس ان احنا عندنا خوف، بنحس ان احنا عندنا اهتمام، ما بنرتبطش باي عادات وتقاليد معينه، كل القصه ان احنا عايزين نعيش مع بعض ومستغنيين عن كل الناس اللي في العالم كلها مقابل ان احنا عايشين مع بعض، واثناء وجودنا مع بعض اصلا احنا بننسى الدنيا كلها، بنبقى ماشيين في الشارع بنشوف الانسان اللي احنا بنحبه
في صور الناس اللي ماشيه في الشارع، ده بيدل على قوة الحب والارتباط ما بين الطرفين. أيوة. الحب ده إحساس جميل اللي يعيشه طبعا. بس لازم يكون حب حقيقي طبعا. يعني أهم حاجة لو نقدر إن إحنا نعيش بالحب، لأن الحب الفترة اللي فاتت ناس كتير تأذت وتألمت من الحب، ناس كتير هو انجرحت. الحب بيعديش على العقل خالص يا دكتور؟ هو بيعدي على العقل بس بيعدي في المرحلة الأخيرة، في المرحلة لكن مش في الأولى. لا هو في الأولى. بص أقولك حاجة، هو في بعض الناس بنسبة 20% ما بتحبش بسهولة، والناس دي ما بتسلمش قلبها بسهولة لأنها دايما حط التفكير والعقل في المقدمة، فدايما مصدرة قصاد القلب كده التفكير. دي نسبة بسيطة بنسبة 20%، لكن 80% أغلب الناس إن هي عايزة تعيش قصص حب، وإن هي تعيش السعادة، وإن هي تكون مبسوطة، حد يسأل عليها، حد يطمن، يعني يطمن بيها، يكونوا مبسوطين، يخرجوا مع بعض، ينزلوا مع بعض، يكملوا حياة بعض بحاجة كده جميلة. تمام؟ أيوه. الفترة الأخيرة ناس كتير تأذت وتألمت من الحب. ليه؟ أحد الأطراف ما بيكونش صادق للنهاية، الحب أصبح مصدر شكوى، الناس بقت بتقول إن الحب اتغير عن زمان، كان زمان فيه صدق الحب شوية، بقينا تحس إن إحنا متلخبطين. هل ده حقيقي يا دكتور؟ حقيقي طبعا. هل الحب دلوقتي فعلا مفاهيمه بقى حب في شنك شوية؟ مفاهيمه تغيرت، لأن الحب بقى بيجي بسرعة وبينتهي بسرعة، والناس بقت بتتعلق بكلمات بسيطة. الحياة أصلا عموما علشان أنا أدي قلب لحد لازم أشوف مواقف بيثبت إن هو فعلا بيحبني، لازم أعيش معاه لحظات وأنا ضعيف على أساس يقف جنبي ويقويني، لازم أفهم حاجات كتير أنا مش واخد بالي منها. أيوة. المشكلة في إيه؟ إن الناس دايما تقولك هو الحب ما بقاش صادق زي الأول، لأن الحب بيجي بسرعة وبينتهي بسرعة. أيوة. العصر اللي احنا عايشينه، عصر التكنولوجيا الحديثة، خلى الناس لا تشعر بقيمة وجمال وروح الحب. طيب خلينا نرجع لسؤالنا. سؤالنا اللي هو عنوان الحلقة النهاردة هو عنوان لذيذ وجميل وفي ناس كتير عايشاه، اللي هو حبيبي أصغر مني. هل دي تجربة ناجحة؟ بص أقولك حاجة، احنا الجواز أصلا في احنا ما نضمنش ان الجواز ممكن ينجح، الجواز نفسه العلاقه ما بين طرفين احنا مش معانا كتالوج، مفيش حاجه فيها ضمان. مفيش حاجه فيها ضمان، الضمان والبقاء لله وحده، مفيش حاجه فيها ضمان. احنا بنعمل ايه؟ احنا بندي ارشادات وبنبدا نعالج وبنقوي الناس علشان ايه؟ نقلل من نسب من الفشل. نسبه الفشل ومن حده الخسائر. طيب. ونقول للناس يلا كملوا، كتفكوا في كتف بعض، ويلا تعافوا وخلوا الحياه تمشي، وانت تيجي على نفسك النهارده وهي تيجي على نفسها بكره، وموقف بسيط ونعديه ونصالح بعض في النهايه ونزق الحياه، وخصوصا لو كانت الحياه فيها اولاد. كويس. فبنقول نمشي، لكن ككتالوج وبنقول ان انت هتخش كده ان النسبه دي ان العلاقه دي هتنجح بنسبه 100%، لا، لان ربنا هو اللي بيكتب تفاصيل حياه اي انسان هو بيعيشها. دي على الكل طبعا، ده على الكل، دي حاجه على الكل، مظبوط طبعا على الكل. القصه كلها يبقى طالما ان الحب برضو ما فيهوش ضمانات، الحب ما فيهوش ضمانات، بس الانجذاب والتقارب والقرب والتعاطف مع الشخص الآخر ده حاجة بتيجي لا إرادية، وحاجة بتيجي لا يعني من غير تلقائية. يعني لما إنسان ينجذب لإنسانة أكبر منه في السن، أو إنسانة تنجذب لشخص أصغر منها في السن. السن ده حاجة بتعتبره قد إيه الفرق؟ بص هقول لك حاجة، هي بتختلف شوية، يعني لما نيجي نعكسها، هو السن في الطبيعي، هو الموضوع برضو مش موضوع سن، بس انا ما افتحش فروق السنين اكتر من كده. كده دي اللي هي كام؟ كده اللي هو اعدي بقى 15ات وعشرينات واتكلم في 17 و18 سنه فرق ما بين الاثنين، هحس ان في زي اختلاف كده في عادات واختلاف في تقاليد، واحس ان في اختلاف في اعمار ما بين الطرفين. يعني الطبيعي في ناس كتير على فكره بتسمعنا في الحلقه ممكن تكون الست صغيره والراجل كبير، وممكن يكون في فرق ما بين الراجل والست، بس في بعض السنين وفي حالات كتير ناجحه، حالات يعني الاقل ناجحه في الوقت الحالي على الاقل. بص يا دكتوره، في حاجه عشان الناس برضو احنا بنتكلم، الجواز عن طريق الحب له مميزاته وله عيوبه، قابل للفشل وقابل للنجاح. الجواز عن طريق اللي هو التقليدي من غير قصه حب، اتنين ارتبطوا مع بعض واتخطبوا بس ما فيش حب، له مميزات وله عيوب، وقابل للنجاح وقابل للفشل. لكن مفيش جواز هيمشي عادات وتقاليد وحب مع بعض. لا. ليه؟ القصة كلها. طب ليه ما كتير بلاقي طلبة عندي في الجامعة
ولد وبنت حبوا بعض والاثنين العيلتين كانوا متفقين في العادات والتقاليد والولاد زمايل واتجوزوا. ليه ما ينفعش ده وده مع بعض؟ احنا بنتكلم على السن المناسب ما بينهم. احنا بنتكلم عادي ما اي حد عادي أنا, ممكن أنا, يحصل. انا برتبط بانسانه ببدا اكلم اهلها الاسره بتتلاقى مع الاسره فكريا واخلاقيا والمستويات كلها بتتقابل مع بعض فبنبدا نحدد وبندعم ولادنا ان هم يتجوزوا ويستثمروا قصه حبهم بقصه جواز ناجحه. تمام ده شيء طبيعي جدا. تمام. لكن انا لما باجي بتكلم على الـ 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 الفرق في السن بقى. ايوه في حاجه مهمه جدا فرق السن في العصر اللي احنا عايشينه دلوقتي يعتبر مش مهم. هو ايه المهم في الموضوع ده كله؟ الانجذاب والحب والحاجات دي حاجات لا اراديه بتيجي غصب عننا مش بايدينا. محدش بيصحى الصبح كده من النوم يقول لك ايه انا قررت النهارده ان انا احب الانسانه دي. وممكن في انسان يكون عنده جذب اتجاه انسانه معينه ويعمل المستحيل علشان يلفت انتباهها او يجذبها ما تنجذبش. احنا معانا مكالمه. داليا اهلا بيكي. اهلا بيكي. اهلا بيكي اتفضلي. اخبارك ايه؟ الحمد لله اهلا بيكي. ايه رايك في موضوع حلقتنا؟ والله هو موضوع شائك جدا وموضوع انا شايفاه بقى منتشر جدا الفتره الاخيره مش عارفه ايه السبب. يعني زمان ما كانش الكونسيبت ده ما كانش موجود بس مؤخرا بقى موجود. بس انا طبعا رايي انه في الاخر بيثبت ان في حاجه مش مظبوطه بتأدي. طبعا احنا لازم نقول ان احنا مش عايزين نعمم بس دايما بنتكلم مثلا على 80% انه مش بينجح. 80% مش بينجح لما يبقى حبيبها اصغر منها بعدد كبير من السنين يعني. طبعا. لانه ليه بقى؟ ليه حياتك شايفه انه مش بينجح؟ هقول لحضرتك ليه؟ لان الست بتبقى محتاجه ان الراجل يحتويها ومحتاجه ان الراجل يبقى يعني هو الابر هاند. ايوه. موضوع السن بيأثر في الاخر. يعني بنلاقيه في الاخر لما بشوف الناس اللي حوالينا بنشوف ان هو اصغر وهو في الاول والاخر اصغر منا. طبعا في حالات بتنجح بس لازم نقول ان احنا بنتكلم الحالات اللي بتنجح دي احنا بنتكلم على 20% انما 80% لا للاسف. لانه طب انت شايفه ان الظاهره دي يعني احنا بنتكلم فرق سن قد ايه يا داليا؟ لا 10 سنين 15 سنه. بتتكلمي في 10 15 سنين كبيره كتيره يعني. طب انت شايفه ان دلوقتي الظاهره دي بقت موجوده اكتر مثلا من 7 8 سنين فاتوا؟ لا اكيد ده اكيد 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 لانه انا متهيألي ان يتاهل بالاكسبيرينس بتاعت الست اللي هي اوريدي عندها اكسبيرينس عندها دماغ وعندها كده وبتبقى زهق من الدماغ الصغيره والنفس الصغيره. بس برضه بيبقى في حته ناقصه حته ثقه وحته ان هو ما يبقاش حاسس ان هو الابر هاند. يعني هل بيثبت نفسه يعني مع واحده اكبر؟ يعني هو يعني بيثبت لنفسه ان هو افضل لما يتجوز واحده اكبر؟ هو لا هقول لك هو مش بيثبت هو حكايه انه بيبقى متخيل انه ده الاحسن بس مع التجربه ومع الوقت متهيألي ان الست هو ده الاحسن. لان الراجل غصب عنه عايز يبقى الابر هاند. لما الدكتور معاكي يا داليا دكتور هاني عايز يسالك في حاجه اتفضل يا دكتور. طبعا هو كلام حضرتك جميل جدا. هي قالت طبعا ان مش كل الحالات ان احنا نايد عليها الفشل او النجاح. هو بيحصل حاله من الملل في فتره قدام يعني لازم يحصل نوع من انواع الملل. تمام. بس ممكن اسالك سؤال هو ايه السبب ان الجواز ده انتشر في الفتره الاخيره؟ يعني او الحب ده انتشر في الفترة الأخيرة بدون يعني هو مش حكاية ملل. لا هو سؤال الدكتور ليكي انت شايفة ليه في الفترة الأخيرة انتشر هذا النوع من الحب او الزواج؟ هقولك ليه. لان الراجل لقى ان الست الصغيرة بتبقى عايزة طلبات وحاجات وطلبات هو ما يقدرش كانت افور كل ده. انما لو حد ناضج وعاقل بيبقى مش هو ده المهم خلاص بيبقى وصل اوريدي الست دي بتبقى وصلت انه مش هو ده المهم ومش هو ده اللي عايزاه فهو بيبقى مبسوط بالحاله. صح مش بالبنت الصغيره اللي عايزه الحاجات اللي هي طلبات. طب وبالنسبه لها هي هل بتبقى في اللحظه دي بتستعيد العمر اللي فات مثلا؟ حيث انها اصغر بقى؟ طبعا بتستعيد العمر اللي فات وهو ممكن بس انا على فكره برضو بشوف هي مش حكايه بتستعيد قد ما هي اللي هي محتاجاه حب واهتمام وكده بس. الحب جه بقى فلقيت الحب مع الصغير الحب وصل. تقصدي كده على فكره هي مش فارق معاها هو صغير ولا
التعديل. انا من وجهه نظري طبعا طبعا برضو انا من وجهه نظري للتعميم فكره الاهتمام وفكره الانبهار كده طبعا اكيد شويه هو ممكن يبقى تلاقي في انه في غيره زياده في عدم ثقه زياده ده بيتهيألي اللي بيبوظ العلاقه يعني هو بيبدا يغير عليها زياده طبعا لان هو حاسس ان هو مش قادر يتوب مع الشخصيه ومع الدماغ عشان هو صغير. اشكرك يا داليا ميرسي جدا اشكرك. حياتك رايك ان لما بيحصل فرق سن هو بيبدا يغير اكتر عليها؟ بص هو اول حاجه الست بتكون عندها نوع من انواع الانجذاب والانبهار في بدايه العلاقه. حلو؟ هو بيكون هو الست بتنجذب على فكره هي مش بتختلف معاها السن او مش بتركز ساعتها في السن، بس هي بتنجذب لايه؟ انسان مهتم، انسان بيحتويها، انسان بيخاف عليها، معاها في كل حاجه بتفكر فيها، رايح معاها، جاي معاها، فبيقدم لها كل المضمون اللي يقدر يشبع تفكيرها العقلي ورغباتها. حلو؟ عندنا هنا في مصر نظرة المجتمع تختلف في الحكم على هذا الزواج أو هذا الحب. المجتمع رأيه إيه دكتور؟ المجتمع طبعا رأيه لما تكون الست أكبر من الراجل بـ 15 سنة أو 10 سنين أو 7-8 سنين الناس هنا نظرة المجتمع بتختلف. حتى أهله لما يجي مثلا يكون هو عايز يتجوزها أو يرتبط بيها لما أهله يعرفوا إن هي أكبر منه هما بيعترضوا يقولك لا إحنا أنت عايزين واحدة مناسبة ليك في السن، إحنا عايزين واحدة تكون مناسبة لظروفك الفكرية والعقلية، لا إحنا مش عايزين كبير. بره في الدول الأوروبية مش بيفرق معهم ده كتير، الجواز ده ناجح جدا. كان في دراسة اتعملت في النرويج. أيوة. الدراسة دي قالك هو إيه هو احتياج المرأة اللي بينها وبين حبيبها وهي أكبر منه في السن احتياجها ليه في إيه؟ أيوة. اتضح إن 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 عاجبها التفكير العقلي بتاع مرحلة معينة من التفكير ده. يعني هي بتستعيد شبابها. بتستعيد شبابها. بترجع بعمرها 15 سنة دول ورا. 15 سنة والفترة اللي هي اتألمت فيها والفترة اللي هي تعبت فيها فبتبدأ ترجع في التفكير العقلي بتستفاد استفادة كاملة من الشخص ده. بترجع شبابها بشبابه. بترجع شبابها بشبابه. الحاجة التانية كمان لقوا ان قوة الحب في المرحلة دي في الغرب مهمة جدا لان الـ 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 بالنسبة للراجل بتكون عنده لسه المشاعر قوية فبيقدر ان هو يغذيها بمشاعر مناسبة لسنها. مناسبة لسنها. يعني بتبقى عنده المشاعر في المرحلة دي بتبقى قوية فبيبدأ يغذيها بالمشاعر ده بدليل. أيوة. هتلاقي عندك رؤساء دول أوروبية وهتلاقي عندك فنانين معروفين جدا متجوزين ناس أصغر منهم في السن. طبعا. وعايشين حياة كويسة وسعيدة ومبسوطين. احنا عندنا في مصر بعض الأمثلة لده. ناس متجوزين ناس أصغر منهم في السن ولما بيطلعوا في اي مكان او بيعبروا عن سعادتهم بس الناس دي قعدوا يقاوموا مش في الحب او الارتباط ما بينهم قعدوا يقاوموا في نظره المجتمع. ايوه يعني هم كانوا بيحاربوا مش ان هم مثلا عايزين يكونوا مع بعض او ان هم ما يكونوش مع بعض. لا هم بيحاربوا المجتمع اللي ابتدوا يحاربوا نظره المجتمع ان احنا هو اصغر مني بس قادر ان هو يوفر لي الاحتواء قادر ان هو يوفر لي الحب بيخاف عليا بيغير عليا مش محسسني بفرق السن خالص وهنا بيحصل حاجة اسمها التقارب الفكري احنا بنفكرش في سن ما بيننا بس انا بفكر ان انت بتشبع تفكيري العقلي وفي نفس الوقت انت بتشبع تفكيري العقلي وهي بتشبع عنده ايه بقى؟ وهي برضو بتشبع كل شيء طبعا على فكرة هو على الاقل بيحس ان هو قدر وهو صغير كده يقنع سيدة العمر في يعني في قصة الحب دي العمر بالنسبة للست في قصة الحب دي بيكون مجرد رقم في بطاقة ولكن في تعاملاتها وتصرفاتها وحياتها بتتعامل كبنت لسه في مرحلة لأنها شبابها لأنها رجعت شبابها تاني لأنها رجعت شبابها وبتفكر بقدر الإمكان ان هي تسعد هذا الإنسان. طب احنا معانا فرح. اهلا يا فرح اتفضلي. اهلا يا دكتور. اهلا بيكي اتفضلي. دلوقتي انا سمعت البرنامج وسمعت الحلقه. ايوه. وانا شايفه بصراحه ان السن ده ولا اي حاجه لان الحب في الاول وفي الاخر هو ارتباط ما بين اتنين ملوش علاقه بالسن. السن ده رقم مش اكتر. يعني ممكن تحبي واحد وتتجوزيه اصغر منك ب 15 سنه؟ هو بالفعل موجود. انا عندي اوريدي 21 سنه. أيوة. وهو عنده
61 سنه. هو دكتور بتاعي. انت بالمشقلب هو اللي عنده 61 سنه على فكره. طب تعالي نمسك برضو القصه دي يا دكتور في السن. شو عندي كم سنه يا فرح؟ 21. 21 وهو عنده كم سنه؟ 61. 61 انتوا اتجوزتوا ولا قصه؟ لا احنا لسه ما اتجوزناش. طب وانتي 21 61 يعني في فرق 40 سنه ما بينك وما بينه. انت حاسه فعلا ان هو بيديكي مشاعر الحب؟ دي حقيقه جدا، كمان اكتر من اي حد ممكن ما يديني الاحاسيس دي. وانتوا مرتبطين مع بعض من امتى؟ سنتين مثلا. والاهل في البيت موافقين؟ للاسف لا. انا دي بقى المشكله. يعني ايه؟ ما هو طبعا ما هو ماشي، هنقول ان في فرق سن وفي يا ريت تستوعبي الكلام شويه. هقول لك ليه. هنقول في فرق سن مفيش مشكله، انا سمعتها في الاول ان هو عنده 31 سنه، فده يعتبر بالنسبه من ست الراجل ما يفرقش حاجه بسيطه، ايه يعني 10 سنين. لكن على فكره هو انت ممكن تكوني حاسه، او انا عايز اقول لك حاجه يا فرح، علاقتك مع والدك كويسه؟ الو، السؤال تاني يا دكتور، سؤال تاني ممكن؟ علاقتها مع والدها كويسه؟ علاقتك كويسه مع والدك يا فرح؟ التليفون. الو التليفون فصل. طيب احنا هنطلع نشوف تقرير يا دكتور احنا عملناه في الشارع، وقلنا نسال قصه حبيبي اصغر مني دي الناس رايها ايه. نطلع نشوف التقرير كده لو سمحتوا. ممكن اتجوز واحده اكبر مني في السن، عشان لو هي عقله كبير ونفهم بعض يكون في تفاهم احسن. لما اكون يعني فاهمين بعضينا ومرتاحين لبعضينا، ودي الانسانه اللي انا اخترتها، يعني مفيش مانع عادي. يعني وارد مثلا لو كان الموضوع كحب وارتباط وكده، فساعات المواضيع دي هي اللي بتحكم كده. هو على حسب الظروف، فلو انا بحبها او كده او احنا متوافقين لازم فكريا، يعني مش لازم في السن، السن مش اللي بيحكم. عايز حد اكبر مني يكون اللي هو فاهم اكتر مني، اللي هو يكون عقله اكبر، اللي هو يقدر يتفاهم معايا لو في حصل اي مشكله. فلوس. فلوس ممكن. لو هم جنسيه تانية طبعا، لو هم شايفين ان انا مرتاح معاها واوضاع متوافقه مع اوضاعها، وطبعا هي في الاول في اخر فكره دماغ وواحده عايش معاها. في اختلاف ما بيننا اكيد، طباعي ممكن هو فكره هيبقى اقل مني، لان طبيعي البنت فكرها اكبر من الولد بسنتين قدام. ولو الفكرين فعلا فيهم تجاذب او علاقه حلوه فخلاص. بس انا بالنسبه لي برجح برضو ان اي حد يتمنى ان هو يتجوز واحده اصغر منه في السن حتى لو بسنتين. المفروض دايما الراجل بيبقى اكبر من الست بحد ادنى 5 سنين، لان البيولوجيه بتاعت الجسم بتاعت الانسان الراجل بتكبر عن الانثى، فبالتالي يبقى في تحميل عليها لما هو يكبر وهي تبقى صغيره، ما ينفعش. يعني قد ايه لو سنتين ثلاثه اربعه، يعني لو بيحبوا بعض يعني حد لاقي عريس الانسان تشحوا يا ماما، مش حساها يعني عشان يبقى كده عيل جنبي. يعني هي ثقافه المجتمع بترفض اي شيء عامه بترفض معظم الاشياء، ثقافتنا وعادات وتقاليد كلها غلط فغلط. هو عامه انا ما بهتمش لكلام المجتمع قد ما بهتم براحتي، لو انا حابه حاجه زي كده اوكي هعملها، بس انا عيلتي اوكي هواجه مشاكل من عيلتي. الناس برضو اللي هم مش متفتحين والكلام ده، اما الواحد اللي فاهم وعارف ان دي مصلحه ابنه والكلام ده. على حسب تفكيرها عامل ازاي وما يتناسب مع فكره ولا لا. هو احنا عموما كفعلا كثقافه عربيه مش بيقبلوا حاجه زي دي، ونادر ثقافه المجتمع بتتقبل. في ناس كتير امثله كتير يعني بتعملها وعادي ما حدش بيتكلم عنها. عندنا كذا حاله حصلت ونجحت يعني حتى باربع وخمس سنين. ما احنا مش هنمشي بقى بالثقافه والبتاع، او ما هينفعوني لما بنتي ما تتجوزش تقعد جنبي. اما الثقافه ايه بقى وهي بتعمل حاجه غلط؟ السن هو مجرد رقم، لكن عمره ما هيكون حكم فشل او نجاح اي علاقه، المهم ان يكون في توافق في التفكير وتوافق اجتماعي. تفتكروا ثقافه المجتمع ممكن تكون قابله للتغيير ولا لا؟ كانت معكم ريم هشام، امنيه مصريه، قناه دريم. أشكرك كريم. الدكتور عاوز نكلم فرح اللي كانت معانا قبل الفاصل، ريت نقدر نكلمها. اتفضل يا دكتور. حلو طبعا جدا آراء الناس،
الناس كلها بتتكلم عن نظرة المجتمع. في ناس بيقولك لا انا ما تفرقش معايا، او ان انا السن مش هيعمل لي اعاقة او هيعمل لي مقياس في حاجة معينة، بس انا بتكلم عن نظرة المجتمع. هي نظرة المجتمع في العلاقة دي ما بتسمحش، وخصوصا لو كان في اهل. بس احنا زي ما اتفقنا الناس اللي بتحب والناس اللي بتنجذب، الناس دي الحب ما بيعرفش حاجة اسمها وقت ولا زمان ولا عمر ولا مكان ولا شيء. يعني هو الحب اعمى؟ هو الحب اعمى لما بندي الاذن لقلبنا ان هو يستمر في العلاقة. يبقى العقل هو اللي اعمى ومغيب. تعرف المشكلة في ايه يا دكتورة؟ اتفضل. ان في بعض الناس بتكون طالعة من علاقة فاشلة، ايوه، واتأذت وانجرحت، وبتكون طالعة كارهة الدنيا كلها ومش قادرة تتعامل مع أي حد أو مع أي شيء. بتكون مثلا في قصة حب كبيرة والقصة دي حصل فيها فشل أو صدمة في الشغل أو صدمة في الحياة أو صدمة في الأولاد، أيوة. فبتكون طالعة من تجربة، التجربة دي أثرت فيها نفسيا وتعبتها. إحنا فرح معنا. تمام. أيوة فرح. أيوة يا دكتور. أهلا بيكي، أهلا بيكي. الدكتور كان عاوز يتكلم معاك شوية. فرح اتفضل يا دكتور. أيوة يا فرح. ايوه يا دكتور. طبعا انت قلتي عندك 21 سنه وهو عنده 61 سنه، طبعا الفرق كبير جدا. انت بالنسبه له حفدته. هو المفروض اصلا كان في بدايه العلاقه ان هو ما يقدرش ان هو ياثر عليكي او ان هو يجذبك، او ان هو، لانك انت بتقولي من سنتين كان 19 سنه فكان عندك اضطراب في المشاعر، فقدر ان هو يسيطر عليكي من المنطقه دي. انت علاقتك مع والدك كويسه؟ انا والدي متوفي من سنتين ونص. من سنتين ونص ارتبطت بالانسان ده بعد وفاه والدك. كانت البدايه في الاول كانت عباره عن بتحكي له وبتفضفضي له، بعض المواقف كانت مضايقاكي وتعباكي، فكنت بتتكلمي معاه كنوع من انواع الفضفضه. مظبوط. صح. والموضوع بعد كده هو ابتدى يجذبك ليه وابتدى يعبر لك عن مشاعره ويقول لك ان هو معجب بيكي والكلام ده، لغايه لما وصلت ان هي بقت قصه حب. مظبوط. طيب انا هقول لك بس حاجه، نصيحه اخويه، انا ما اعرفكيش ولا اعرف الانسان التاني، بس نصيحه علشان اللي يهمني في الموضوع انت، لانك انت اكتر انسانه هتتعرضي للظلم. ليه؟ هو ده انسان عنده 61 سنه عاش حياته بقدر المستطاع، راح وجه وحب واتحب واكيد متجوز واكيد عنده احفاد واكيد في شغل واكيد حاجات كتير، ونجح وفشل وعاش من العمر ما يكفيه ان هو قد استمتع بحياته. المشكلة فيكي انت لسه صغيرة، عندك 21 سنة، ممكن تكوني في حالة من عدم استقرار المشاعر، ممكن تكوني في حالة انت مش قادرة تحددي هي الدنيا فيها ايه، بس انت لاقيه ان هو اقرب حد بيقف معاكي لما بتكوني مخنوقة بتحكي له، او لما بتكوني محتاجة اي شيء بتلجأي ليه، او ان هو بيساعدك او بيمديلك ايده في بعض الاوقات، بس انت للأسف خلطتي المشاعر مع بعضها. انت لقيتي في الانسان ده دور الاب اللي انت افتقدتيه من سنتين ونص، ربنا يرحم باباك يا رب، اللي انت افتقدتيه من سنتين ونص، فده استقبلك وانت تعاملت معاه في البداية كدور اب، بس في الاخر هو ابتدى يجذبك ناحيته والمشاعر اختلطت مع بعض. طب انا عندي سؤال يا دكتور. اتفضلي يا فرح. ليه انتوا هنا ليه المجتمع المصري في العموم بيرفض ده على يعني على اقول لك حاجة، سيبك من قصة يرفض ده، أنا مش بتكلم على نظرة مجتمع ولا مجتمع مصري دلوقتي، بتكلم على مصلحتك. أنا مش بتكلم على مجتمع مصري ولا بتكلم إن المجتمع يرفض ده. أنت واثقة من نفسك وبتتكلمي عادي في مداخلة في قناة تلفزيونية، أنا مش بتكلم عن المجتمع خالص. إلغي قصة المجتمع دي على جنب ونظرة المجتمع والناس. أنا بتكلم على رفض أهلي يعني. أنا بتكلم عليكي. أنا بتكلم عليكي. هي مبدئياً أهلها رافضين، بيقول لك ليه رافضين. أنا بتكلم عليكي يا فرح، كمصيرك بعد سنة وبعد سنتين هتقدر ان انت هي في الغالب بنسبة 90% هتكون قصة جواز فاشلة، كل المقومات اللي حواليها هتفشلها، لانك لما تخشي وتكوني مسؤولة ومتكوني متجوزة هتلاقي الدنيا تغيرت مع انسان هو اكبر منك ب41 سنة، انت بالنسبة له هو يتمنى ان هو يتجوزك، يستعيد شبابه بيكي، يتمنى ان هو يستعيد شبابه ويتمنى ان هو يتعايش معاكي، ويتمنى واحده صغيره في السن 21 سنه واكيد انت في مشاعر ناحيته، لكن هو بالنسبه لك هتتحسب عليكي جوازه في رصيد حياتك. اشكرك يا فرح. حضرتك
هل هنا ممكن يكون اللي اكبر في السن بيستعيد ثقته في نفسه وبيشبع غروره ان قدر يقنع الاصغر منه بيه؟ يعني هل ممكن تكون امرأة بتشعر بالزهو ان هو ساب بنات في سنه وفكر فيها، او هو كمان يشعر بالزهو انها سابت زمايلها وشباب حواليها وفضلته هو؟ كلها معايير بتيجي في كل تفكير كل انسان من الطرفين. على فكرة هي كمان اقنعت واحد كبير. كل الاراء دي بتيجي للانسان وهو قاعد مع نفسه في العقل الباطن. أيوة. كل حاجة بتورد للانسان، بس انا دايما بحكم على مصير الحب في المواقف ما بين الطرفين. هل ان انت قادر ان انت تجتاز هذه المرحلة وتعيش وتبسط نفسك وان انت ما تظلمش نفسك في يوم من الايام وما تحسش بالندم؟ هل ان انت قادر تكمل؟ هل ان انت قادر ان انت تاخد الحب ده كمصدر قوة ليك وليس كمصدر ضعف ليك في يوم من الايام؟ دي حاجات كتير. كل الطرف ده بيفكر في اشياء والطرف ده بيفكر في احنا اشياء. معنا هشام، اهلا يا هشام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا هشام، اتفضل. حضرتك انا كنت بتكلم بس عن تجربه شخصيه يعني مريت بيها. اتفضل. حضرتك انا بالنسبه لي انا تزوجت زوجتي الله يرحمها توفت من 6 شهور. ربنا يرحمها. ومرينا 25 سنه جواز الحمد لله، اثمرت عن ايوه 4 ابناء وطفل كمان انت بتقولي. وكانت اكبر مني في السن، يعني لما تعرفت عليها كانت هي في نهائي طب وانا كنت في نهائي في احدى الكليات العمليه. يعني فرق سنه او اتنين ولا اكتر؟ حوالي 3 سنين ونص. 3 سنين ونص. لا ده دي حاجه بسيطه. ده فرق. طب هل كان في مشكله بينكم في حاجه؟ 20 سنه الحمد لله ما كانش في اي مشكله. لا هو دخل بيشكر فيها وقال ما كانش في مشاكل. طب لو كان الفرق ده 10 15 سنه هي اكبر يا هشام كنت هتتجوزها؟ مش عارف يعني. انا طبعا الرسول عليه الصلاه والسلام تزوج السيده خديجه وكانت اكبر منه في السن 15 سنه، بس ما اعتقدش ان في الوضع الحالي والاجتماعي بتاعنا دلوقتي التوافق الفكري موجود ان احنا نتحمل هذا اللي حضرتك بتقوليه. يعني فرق السن ده هيبقى كبير، لكن انا بتكلم على الواقع. الواحد بيعيش من 4-5 سنين فرق سواء للراجل او الست، هو ممكن يبقى متقبل حتى ان الاهل كمان يتقبلوه بسهوله، ما يبقاش في صعوبه يعني. شكرا يا هشام، اشكرك. هل تقبل الاهل مهم للزواج يا دكتور؟ طبعا، احنا بلد عادات وتقاليد وقيم، ودور الاهل موجود معانا في كل الصغيره وكبيره احنا بنعملها. ما احنا مش بنبقى متعايشين في حياتنا وتعلمنا وتربينا وسط الاهل، ولما نيجي نفكر في مشروع الجواز نعصي الناس دي او ان احنا نخالفهم، بنحس حتى ان احنا بادئين بدايه مش مناسبه او حاجه غلط، وهم برضو بيفكروا بطريقه عقلانيه شويه. دايما الشاب لما بيجي اهله بيكلموه دايما اعمل ما تعملش لا مش عارف ايه، بيكره كلمه انتوا بتراقبوني، انتوا بتعملوا، انتوا عايزين تمشوا قراركم عليا، انتوا عايزين تسلبوا ارادتي وتبعدون عن اي حاجه. بس لما يفكر بينه وبين نفسه ولما يخلف اولاده ويكبر يقول فعلا كان كل كلمه اهلي بيقولوها كانت صح. هو كان حاسس ان هم رقيب عليه، كان حاسس ان هم مجرد اوامر، بس لما يكبر ويجرب ويعيش في الحياه ويفقد احد الوالدين منهم بيبدا يحس فعلا ان كان في حد بيسنده. معانا نور من اسكندريه. اهلا يا نور. اهلا بحضرتك. اهلا بيك، اتفضلي. اهلا وسهلا، اتفضلي. انا عندي مشكله ان انا مرتبطه بواحد دلوقتي، ان انا هو زميلي في الشغل وانا اكبر منه يعني بحوالي 7 سنين تقريبا. انا الموضوع يعني كنا صداقه الاول، بعد كده اتقلب بقى حب، ويعني وارتبطنا بعض قوي، بس للاسف اهلي مش موافقين خالص. ولا اهلي موافقين عشان 7 سنين؟ فرق 7 سنين، انا اكبر منه 7 سنين. انت اللي اكبر. هو سبق لحد فيكم الجواز قبل كده؟ انت اتجوزتي قبل كده ولا حاجه يا نور؟ انا كنت مكتوب كتابي وانفصلت. هو اتجوز قبل كده؟ لا لا، هو ما اتجوزش قبل كده، هو عنده 26 وانا عندي 34. 26. هو قوة الحب بيكي، هو متمسك بيكي وبيحبك. هو متمسك جدا جدا جدا، وهو يعني هو اللي مطلعها في دماغي ان هو ممكن ان هو يعادي اهله وان هو يسيبهم وان هو يستقل بزيته وان هو لا ما اقول لك حاجة، قصة يعادي دي دي صعبة شوية. ليه بقى؟ اللي ملوش خير في اهله في يوم من الايام مش هيكون ليه خير فيكي بعد كده، ومع الوقت هم لما يبقوني مبسوط وانت مبسوطه
ممكن يعني هنستحمل في الاول بعد كده هم كمان هيلاقيوا ان ده امر واقع خلاص. بص يا نور، في قرارات مصيريه في حياتنا مهمه جدا بتحدد طريق حياتنا هيكون عامل ازاي. نتأنى ونشوف الظروف المحيطة والظروف المناسبة. أنا عارف إن ممكن الحب بيعمل لنا حالة من الغيبوبة، ما بنبقاش مركزين. كل هدفنا إن إحنا نتواجد مع بعض وإن إحنا نتجوز وإن إحنا نكون مع بعض. فعمالين نزيل الظروف والعواقب اللي موجودة حوالينا بس. يعني حضرتك شايف إن الجواز ده ممكن يكون مش ناجح؟ أو هيبقى فيه عواقب كتير؟ لا، هو فرق السن على فكرة مش كبير. لا أنا بتكلم عشان بس الأهل. لو في قدروا إن هم يقنعوا الأهل مفيش مشكلة. حاول يا نور. حاولي، ربنا يسهل. طيب حضرتك هل ان الاهل لما يكون في سيده حك سالتها سؤال دلوقتي، انت سبق ليكي زواج او لا؟ طيب احنا الكيسز اللي بنشوفها بتبقى سبق ليها زواج وعندها وانفصلت يعني وعندها اولاد واكبر منه، لما بتيجي تتجوزه الاهل بيشوفوا ان الزواج ده ايه؟ زواج مش منطقي. مش منطقي. رأيك ايه يا فندم؟ بص انا هقول لك حاجه، هو طبعا زي ما اتفقنا ان وجود الاهل وموافقتهم شيء مهم جدا 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 في اي حاجه. انا عارف ان في بعض الشباب بيرتبطوا ببعض وبينجذبوا، فبالتالي ما بيفكروش ساعتها في الظروف، او بمعنى تاني ان هم بيجيبوا الظروف شويه كده على جنب في مقابل ان هم مكملين مع بعض. ايوه فندم. انا عارف ان في جوازات كتير او قصص حب انتهت وفشلت بسبب ان الاهل ما كانوش موافقين، وعارف ان في قصص حب برضو فشلت بسبب برضو ان هما الاتنين بعد ما اتجوزوا ما كانوش متوافقين. ايوه. فرق السن خلينا دايما في المعتدل، يعني خلينا مش مثلا نتكلم زي قصة فرح نتكلم في 40 سنة، احنا كده بنموت نفسنا. هنتكلم في 5 سنين، الحاجات دي بسيطة، 6 اللي هو الحاجات دي يعني. بسيطة طالما الراجل هيتقبل، لان في بعض الرجالة يقولك انا في الطبيعي قوام، انا راجل لازم اكون انا اكبر من الست عشان يكون تفكير ويكون انا صاحب. ما هو دوت بيروح يتجوز واحده اكبر منه ب 15 سنه. ما هو ده حسب طبيعه الراجل، في راجل ما يقبلش ان هو يرتبط بانسانه اكبر منه بشهر، شوفي لدرجه ايه، وفي راجل ممكن يقبل ان هو يرتبط بانسانه اكبر منه ب 10 15 سنه، ده شيء طبيعي جدا، هي فروق فرديه بين الرجاله. طب ناخد كريم. اهلا يا كريم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا بيك. اهلا بيك، اتفضل. دكتور انا عندي والله مشكله مش عارف اعمل فيها ايه. اتفضل. انا بحب واحده وعايز اقدم لها والحمد لله اهلها موافقين وكل حاجه تمام، بس انا اهلي مش موافقين لان هي اكبر مني بسنتين. سنتين بس؟ سنتين بس. بتقول لي ان دماغ البنت اكبر من دماغ الولد وده مش هينفع. ليه؟ دماغ البنت اكبر من دماغ الولد وده مش هينفع. لا هو بص اقول لك حاجه، طالما انت شايف ان يعني السنتين دول مش فارق يا كريم خالص، حاول بقدر الامكان. في حاجات في حياتنا بتحتاج مجهود علشان خاطر نوصل لها، مفيش حاجه بتيجي بسهوله. يعني هي لو بنت كويسه وكده اعتقد سنتين دول ولا حاجه يعني. لا سنتين حاجه بسيطه جدا، لو سنتين حاول انت بقدر الامكان تقنع اهلك، حاول ان انت تقرب. هو مش موافق الايه؟ احنا بقى لنا 8 شهور وهم اهلي مش موافقين، وانا شايف ان دي حريه شخصيه، دي مش مشكله تمنع جواز. ماشي، بس حريه شخصيه، بس انت هتتجوز من غير موافقه اهلك؟ عندك انا دي مش دي مشكله، مش يعني ما فيهاش اعتراض من الاهالي. يعني ايه ما فيهاش اعتراض؟ يعني انت ممكن تعمل فرح الصبح وتتجوز. يعني هو قصده ان مش من حقهم يعترضوا، مش قصدك كده يا كريم؟ واضح قصده مش من حقهم يعني. ماشي، هم مش هو السن على فكره بسيط جدا ما فيهوش اي شيء، بس انا نصيحه مني، انا عايزك تحاول معاهم مرة واثنين وثلاثة، خد وقتك في المحاولة مفيش مشكلة، طالما انت عايز ترتبط بالإنسانة دي وشايف ان هي مناسبة وفرق السن ما بينكم بسيط على فكرة. طيب انا عندي اشكرك يا كريم، انا عندي سؤال لحضرتك. طيب هل ممكن نقول ان فرق السن مش مشكلة ما يكون في تكافؤ في الظروف؟ يعني هما الاثنين شباب في نفس المرحلة العمرية، لكن خلينا اقول لو واحدة كانت متجوزة وانفصلت وعندها اولاد كبار وهو لسه ما بدأش حياته اصلا، هل هنا الارتباط ده، هل ارتباط فيه تكافؤ؟ لا هو ما فيهوش تكافؤ. واحده ارتبطت وعندها اولاد وعندها بيتها، وتعرفت على واحد ما اتجوزش، ما سبقش ليه الجواز قبل كده. ايوه. هي كمتزوجه وعندها اولاد الطبيعي ان الفرص بتاعتها في الارتباط او الجواز بتقل، او ارتباطها هيكون ارتباط مؤقت.
حد في حياتها بيطمنها غير كده. طيب لما يكون في انسان لسه ما اتجوزش هو القصه غير تدخل الاهل ما فيهاش تكافؤ. تكافؤ لا مش موجود فيها التكافؤ. هل عدم وجود التكافؤ ده ممكن يؤدي لفشل اي علاقه زوجيه؟ طبعا حقيقي في حاجات كتير بتؤدي الى فشل العلاقه حتى لو الحب موجود. حتى لو الحب موجود ممكن حده المشاكل والخلافات والظروف الخارجيه تاثر على قوه الحب وتحول الحب من جنه لنار. ده وارد جدا. هل عدم قبول المجتمع لهذا الحب يكون له تاثير برضه في فشل هذه العلاقه؟ نظره المجتمع قصدي هذا نظره المجتمع مهمه جدا. بس احنا دايما مشكلتنا ان احنا بنرتبط باراء الناس شويه وبنشوف الناس بتقول ايه وبتعمل ايه. بس اكيد لو اي حد كان فينا في ظروفنا كان ممكن يعمل وما يهموش نظره المجتمع. بص احنا بلد عندنا عادات وتقاليد وعندنا قيم وعندنا اسر. فاحنا نتمنى بالك يا دكتور عشان اكون حقانيه هي ممكن برضو تكون السيده دي فعلا بتحبه حتى لو اكبر منه ب 15 سنه وممكن يكون فعلا هو بيحبها ولو هو اصغر منه ب 15 سنه. دكتورة يا ممكن يكون فعلا في حب دكتورة مش مصلحه ولا اي حاجه. انا في ناس بتحب بعض والظروف منعت ان الناس دي تكمل مع بعض بينهم علاقه ادمان. يعني انا ورد عليا قصص حب سمعتها كتير. ناس بتموت علشان خاطر ناس وناس بتتألم. وهل ده طبيعي يا دكتور ولا مرضي؟ طبيعي من قوة الحب. الحب الحقيقي الحب الصادق بيصنع أي شيء مستحيل. في ناس بتحب بعض بجد. في ناس مش شايفة في الحياة غير الناس دي. طب وهل الناس اللي بتحب بعض بجد دي بيبقى بينهم وفق ولا ممكن يبقوا بيحبوا بعض بجد وبيتخانقوا برضو كده؟ على فكرة حلاوة الحب في مشاكله. دي اسمها الايه. يبقى احنا نختم الحلقه بايه يا دكتور؟ نقول ايه؟ عايز تقول ايه لحلقه حبيبي اصغر مني؟ انا عارف ان الحب شيء اساسي ربنا خلقه في اي انسان. وانا عارف ان الناس كلها عايزه تعيش الحب وعايزه تعيش السعاده وعايزه تنبسط وعايزه تستمتع بحياتها. ودايما مقولتهم الشهيره ان الحياه هتتعاش مره واحده. فالإنسان لما بينجذب لإنسانة أو الإنسانة لما بتنجذب لإنسان بيبقى غصب عنهم حاجة لا إرادية. وأنا مشفق عليهم إن الظروف بتكون أقوى منهم وبتحول الحب ده لكتلة نار وكتلة مشاكل. بس دايما الحاجة أو الشيء اللي بيكون فيه شبهة غلط أي حاجة ممكن تزعزعه أو أي حاجة ممكن تهزه من مكانه. دايما الأساس السليم بيفضل سليم. دكتور استاذ الدكتور محمد هاني استشاري الصحه النفسيه والعلاقات الاسريه حياتك شرفتنا يا فندم. ربنا يخليكي. انا اللي اتشرفت بوجودك. دايما الاساس السليم بيفضل سليم. التكافؤ ممكن يبقى في فرق سن صغير. احنا محتاجين نتغير. محتاجين ما يجراش حاجه لو هي اكبر منه بسنتين ثلاثه. ما يجراش حاجه لو في فرق سن بسيط. بس في الاخر الاساس السليم بيكمل سليم. تصبحوا على ألف خير وهنا. أشوفكم يوم الخميس الجاي الساعة 7 إن شاء الله.